السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يسعدنا ويشرفني أن أقدم الباشمهندس والاستشاري الكبير باشمهندس وليد منصور بركات، وحصل على بكالوريوس الهندسة من مصر سنة 98، ماجستير إدارة الأعمال الـ MBA، وهو عضو في معهد إدارة المشروعات الـ BMI وسيرتيفايد BMB، وعضو الهيئة الهندسية للمهندسين كمهندس مستشار، وعضو نقابة المهندسين المصريين، وعضو المنظمة الدولية لإدارة المشاريع BMI، وعضو الجمعية السعودية للهندسة المدنية جامعة الملك عبد العزيز بجدة، ومحاضر ومدرب بالعديد من المؤتمرات والفعاليات الهندسية، ومدير مشروعات بمكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات في مصر والسعودية. هيمتعنا إن شاء الله النهاردة بمحاضرة عن إدارة التغيرات في المشروعات الهندسية من الأسباب والتصنيف والفروق بين أوامر التغيير والأوامر الإضافية، وإن شاء الله هتكون محاضرة ممتعة جدا. تفضل. حياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا بكم من رحاب بيت الله الحرام من أم القرى مكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، أن يزدنا علما ويعيدنا عز وجل من عذاب النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أهلا بكم اليوم مع موضوع من الموضوعات المتعلقة بالمشاريع الهندسية، واللي بتثير قلق العديد من الأطراف المشتركة في إدارة وتنفيذ المشاريع الهندسية، وهو موضوع التغييرات أو الـ Change Order أو الـ Variation Order، وإدارة هذه التغييرات عبر مسيرة المشروع. وربما من الممارسة والزملاء الأفاضل الموجودين معنا وجربوا ومارسوا إدارة المشاريع، سواء كانوا ممثلين للمالك أو المالك نفسه، أو كانوا الطاقم الفني عبر عنه بالمهندس، أو كانوا فريق المقاول، فإن موضوع التغييرات التي تطرأ على المشاريع أثناء تنفيذ المشاريع من المواضيع المتشابكة والتي تسبب اضطراب وقلق وأحيانا خلافات، وربما يتطور الأمر إلى النزاعات حول طريقة تسوية هذه الأمور وتيسيرها بالشكل المطلوب في مسيرة المشروع. علشان كده برزت الحاجة مع زيادة الخبرات والمعارف والعلوم لوضع منهجية أو آلية تحترم ويعترف بها لإدارة هذه التغييرات عبر مسيرة المشاريع، اللي بنسميها إدارة التغييرات بالمشاريع الهندسية. في هذه الدورة اسمحوا لي أن نقسمها على جزئين، لأن الموضوع يعني يحتاج إلى وقت يعني. جزاهم الله خيرا الإخوان القائمين على المبادرة، توفقنا معهم إن احنا يعني نقسم المحاضرة أو الموضوع إلى جزئين، جزء اليوم والجزء الثاني إن شاء الله رب العالمين يوم 18 خميس بإذن الله تعالى. هنتعرف خلال هذا الطرح على شروط إصدار أوامر التغيير، على الصلاحيات ومستوياتها وتوزيعها على الفرق المشتركة في تنفيذ المشاريع الهندسية. هنتعرف معا على أنواع أوامر التغيير، كما سنتعرف على دورة حياة طلب التغيير، وده إن شاء الله رب العالمين هيكون بكرة بإذن الله تعالى. وخلونا نبدأ النهاردة مع بعض حول مفهوم التغييرات في المشاريع الهندسية، وأهمية أوامر التغيير وأسباب التغيير في المشاريع الهندسية، وتصنيف التغييرات في المشاريع الهندسية، ومعرفة الفرق بين أوامر التغيير والأعمال الإضافية، وطريقة حساب الوفر والزيادة أو ما يعرف بالمناقلة. وننهي اليوم بإذن الله تعالى إذا الوقت سمح بتأثير أوامر التغيير على سير المشاريع الهندسية.
إدارة التغييرات بالمشاريع الهندسية. قلنا إن إحنا النهاردة إن شاء الله رب العالمين نبدأ بالمفهوم والأهمية وأسباب التغييرات في المشاريع الهندسية، وتصنيف التغييرات في المشاريع الهندسية، والفرق بين أوامر التغيير والأعمال الإضافية، وحساب الوفر والزيادة أو المناقلة، ونختم اليوم إن شاء الله تعالى بتأثير أوامر التغيير على سير المشاريع الهندسية. ده الجزء اللي نتناوله بكرة بإذن الله، اللقاء القادم يوم الخميس إن شاء الله. نبدأ مع بعض في التعرف على مفهوم التغييرات في المشاريع الهندسية. التغيير سمة أساسية من سمات المشاريع، ملازمة لها وملاصقة لموضوع المشاريع، فمن النادر أن تجد مشروع يتم تنفيذه وإنهاؤه وفقاً لما خطط له. فالتغييرات بتخلق خلال مسيرة المشروع زي ما قلنا تحديات دائمة أمام أطراف المشروع، سواء كان المالك أو المقاول أو الفريق الفني الذي عرف في الفيديك بالمهندس. وقلنا برضو أن التغييرات تعتبر مصدر من مصادر الاضطراب والقلق في مسيرة تنفيذ المشاريع، علشان كده محتاجين دايماً أن يكون في رؤية وفي آلية وفي استراتيجية للتعامل مع هذه التغييرات دائماً تكون موجودة في عقود المشاريع وكراسة الشروط والمواصفات. ومش دايماً التغييرات بتكون ذات أثر سلبي أو تأثيرها مقلق ومربك لفريق العمل، لكن في كثير من الحالات التغيير بيكون ضروري ومهم لتحسين أداء المشروع ووظيفته ولتصويب العيوب التي تتضح خلال مسيرة المشروع سواء في التصميم أو في التنفيذ، ومعاملة المشروع مع ظروف الموقع الذي يتم فيه تنفيذ المشروع. تعرف التغييرات في المشاريع الهندسية على أنها اتفاقية مكتوبة، ويفضل دائماً أن تكون التغييرات مكتوبة للحفاظ على الحقوق بين المالك والمقاول لإحداث مستجدات في المشروع. تكون هذه المستجدات إما تعديلاً أو إضافة أو حذفاً أو تبديلاً ضمن نطاق العمل المحدد في العقد بين أطراف المشروع المالك والمقاول، ولا يكون التغيير تغيير في نطاق العقد نفسه وفي مضمون العمل المتعاقد عليه. فإذا كان الأمر تغييراً في النطاق بيلزم في هذه الحالة إجراء تعديل في العقد وعمل ما يعرف بملحق العقد. فأمر التغيير الـ Variation Order أو الـ Change Order هو وسيلة قانونية متاحة، وربما تكون الوسيلة المتاحة الوحيدة حسب مقتضيات العقود التي يمكن بها تغيير في العقود ومقتضيات العقود. عملية التغييرات في المشاريع الهندسية هي أمر شائع الحدوث ومتكرر، لدرجة أن جميع العقود بتنص في إحدى فقراتها أو أحد بنودها على حق المالك في إحداث التغييرات التي يراها مناسبة قبل أو في مدة التنفيذ. وبالتأكيد إحداث تغييرات بعد تسليم الابتداء المشروع ليس ذا معنى، وإن كان من الأمور الخلافية اللي بتتطرق لها المحاكم كثيراً موضوع استحداث تغييرات بعد التسليم الابتدائي ومدى مسؤولية المقاول عن إحداث أو تنفيذ هذه التغييرات. لكن الأمر المستقر تعاقدياً وخلال المسيرة السابقة لمفاهيم وإجراءات إدارة التغييرات إن التغييرات وأوامر التغيير وتنفيذ هذه التغييرات ينتهي بانتهاء مدة تنفيذ المشروع.
ومن ذلك على سبيل المثال إحداث زيادة في كميات العمل يعتبر من التغييرات، أو حذف جزء من الأعمال المسندة إلى المقاول، أو تغيير في إجراءات وأساليب التنفيذ، أو تعديل في بعض مواصفات المواد، أو تغيير مدة التنفيذ إلى غير ذلك من التغييرات، مع ارتباط أي نوع أو عملية من عمليات التغيير بعملية اعتماد التغيير ضمانا لحقوق جميع الأطراف وتحديدا لمسؤوليات كل طرف عما يحدث من تغييرات في الموقع أو في المشروع. العقود دائما ومعروف ان عقود المشاريع الهندسيه فيما يعني اصطلاحا يطلق عليها عقود ادعاء، فتمنح عقود المشاريع الهندسيه دائما المالك صلاحيه التعديل بكميات العقد سواء بالاضافه او الحذف في حدود نسب معينه تقرر في العقد دون الحاجه لتعديل في قيمه البنود او مده تنفيذ المشروع. لكن بالتأكيد بيترتب على هذه التغييرات تغيير في القيمة الإجمالية للعقد بالزيادة والنقص، والعقود بتختلف من بلد إلى آخر، ففي بعض البلاد بيترتب على الموضوع ده زيادة في كميات كل بند على حدة بنسبة معينة، نقول مثلاً 10% زائد زيادة و 10% نقص، وبعض البلاد زي المملكة العربية السعودية مثلاً العقد كمجمل بيتعاملوا معاه بالزيادة في حدود 10% والنقص في حدود 20%. لا يترتب على هذه التغييرات، وإن كانت في معناها هي تغييرات وحسب نص العقد هي تغييرات وحسب أداء المقاول هي تغييرات، لكن لا يترتب عليها لا اختلاف في الأسعار ولا زيادة أو تغيير في مدة تنفيذ العقد. زي ما قلنا ان انظمه المنافسات سواء قوانين المشتريات الحكوميه او نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه او قوانين المناقصات والمشتريات في كل بلد من البلاد بتحدد نسبه معينه من التغييرات متاحه للمالك، وبتحدد برضو اليه طبقا للقوانين والانظمه للتعامل مع التغييرات التي تتفاوت في نسبتها عن النسب المقرره تعاقديا. يعني التغييرات لو زادت عن 10% بتحدد ليها آلية للتعامل معها، وكذلك التغييرات لو قلت عن 20% مثلا بتحدد طريقة التعامل معها بشكل مختلف عما هو منصوص عليه في اللائحة أو في النظام، إنه التغييرات في حدود معينة لا تتضمن تغيير في سعر البند ولا تتضمن تغيير في مدة تنفيذ الأعمال. بعض الأنظمة في بعض البلاد، وكنا في مصر بنطبق ذلك، إنه أنظمة المناقصات الحكومية بتجري نسبة التعديل لكل بند على حدة. بعض الأنظمة بتتعامل مع العقد كوحدة واحدة. ما زلنا مع مفهوم التغيير، والفيدك أو دليل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين عرف في البند 1169 في الريد بوك فيديك المختص بعقود الإنشاءات التغيير بأنه أي تغيير في الأعمال التي يتم التوجيه بها أو الموافقة عليها من صاحب الصلاحية سواء المالك أو من يفاوضه يتم التوجيه بها أو الموافقة عليها كتغيير بموجب الفقرة 13 من الفيديك ريد بوك التي تتعلق بالتغييرات والتعديلات. طيب الفقرة 13 بتتكلم على التغييرات، ودول إن التغيير يشمل التغييرات في كميات أي بند من بنود العمل المدرجة في العقد، مع الإحاطة طبعاً إن هذه التغييرات قد لا تشكل تغييراً بالضرورة، يعني حسب العقد الذي تم التعاقد فيه بينص على نسبة زيادة محددة
في الكميات لا تمثل تغييرا في الأسعار أو في مدة تنفيذ المشروع. التغييرات حسب الفيديكريت بوك بتتكلم على تغييرات في الجودة والخصائص لأي عنصر من عناصر العمل. يعني لو احنا بنستخدم نوعية معينة من المواد، يعني غيرنا نوع الدهانات من نوع إلى آخر، غيرنا نوع البلاط من نوع إلى آخر، غيرنا نوع الأخشاب إلى عنصر آخر مثلا في الأبواب إلى عنصر آخر من العناصر المتال أو غير ذلك، فده يعتبر تغييرا في خصائص المادة. أيضا التغييرات في مستويات أو وظائف أو أبعاد أي جزء من الأعمال. على مستوى الوظيفي غيرنا الغرف إلى حمامات، غيرنا المطابخ إلى أوفيسات أو غير ذلك، غيرنا الأبعاد المنشأ كامل أو غيرنا أبعاد جزء منه، غيرنا في مستوى الأعمال السيراميك درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة، غير ذلك من التغييرات. أو غيرنا في المستويات على المستوى المساحي، رفعنا 45 سنتي، قللنا 30 سنتي علشان خاطر مناسيب الرصيف أو غير ذلك. كل هذه من التغييرات التي يجب أخذها بالاعتبار عند إدارة التغييرات في المشاريع الهندسية وعدها الفيديكريت بوك من التغييرات. عمليات الإلغاء، إلغاء أي عمل لم يتم تنفيذه أيضا من التغييرات، وكذلك إزالة أي عمل تم تنفيذه يعتبر أمر تغييري في الموقع. أي أعمال أو تصنيع أو مواد أو خدمات إضافية ضرورية للأعمال الدائمة مرتبطة بنطاق عقد المشروع، بما في ذلك إجراء اختبارات إضافية، حفر آبار أو عمل طرق للوصول إلى الموقع أو غير ذلك من الأعمال الإضافية، لكنها مرتبطة بنطاق عمل المشروع وبتساعد في إنجاز عقد المشروع، فهي أيضا من التغييرات التي يشملها إدارة التغييرات في المشاريع الهندسية. التغيير في البرنامج الزمني أيضا من التغييرات التي يشملها إدارة التغييرات في المشاريع الهندسية، وتعتبر من الأهمية بمكان. واحنا يعني ان شاء الله بكره واحنا بنتعامل مع المطالبات، يمكن بند المطالبات فات الزملاء وفاتني عند مراجعه البروشور بتاع الدوره انه مش مذكور، لكنه البند الاخير هو المطالبات الخاصه باوامر التغيير. فالتغيير في تسلسل او توقيت تنفيذ الاعمال ايضا من الامور المتعلقة بالمطالبات، واللي بيترتب عليها أحيانا أعباء مادية زي تكلفة تعطل المواد أو تأخير الأعمال أو غير ذلك من التكلفات المتعلقة بالتايم كوست أو كوست أوف تايم حسب المصطلح اللي حضراتكم بتستعملوه، لبيان إن الوقت يساوي تكلفة ما يجب أن تراعى وتحسب من ضمن تكلفات أو تكاليف أوامر التغيير. في ملاحظة بسيطة لكنها مهمة، إن الـ change order أمر التغيير هو نفسه الـ variation order، والمصطلحين متساويان في المعنى ومتبادلان في الاستخدام، ولا يوجد بينهما فرق تنفيذي أو تعاقدي يعني في استخدام أي من المصطلحين، variation أو change order الاثنين واحد. طيب اتعرفنا بسرعة على مفهوم أوامر التغيير أو مفهوم التغييرات في المشاريع الهندسية. طيب خلينا نعرف إيه أهمية أوامر التغيير في المشاريع الهندسية، وليه بنحتاج وجود أوامر للتغيير في المشاريع الهندسية، وليه هي صفة ملازمة للمشاريع وملاصقة لها، ويعني تعاقديا يجب إدراج مثل هذا الأمر في عقود المشاريع. طيب تتيح أوامر التغيير لصاحب العمل تلافي أي نقص أو خطأ، وهناك فرق بالتأكيد بين النقص والخطأ في التصميم.
وكذلك تعطيه أوامر التغيير الحرية في إضافة أي فكرة إيجابية يمكن أن تكون في مصلحة المشروع، تساعد في سرعة إنجازه وتقليل تكلفته وزيادة الفائدة المرجوة من المشروع. بالتأكيد الهدف من أوامر التغيير هو تجنب الحاجة لإبرام عقود جديدة خلال مسيرة المشروع أو إلغاء العقد الأصلي كلما ظهرت تغييرات أثناء تنفيذ المشروع، لأن زي ما قلنا واتفقنا مع بعض إنه التغييرات هي جزء من طبيعة العقود أو المشاريع الهندسية، فوجود آلية أو منهجية أو طريقة لإدارة التغييرات في المشروع بتساعد على الإسراع في إنجاز الأعمال، كما تساعد من التخفيف من التكاليف ضمن تكاليف المشروع. أيضا مما يجب الاهتمام به إعطاء مفهوم أوامر التغيير حيزا كبيرا من الأهمية والدراسة، لذلك يجب أن يتضمنها كل العقود ويكون لها بند خاص يضمن الحصول على أفضل النتائج المرجوة من هذه الأوامر ضمن نطاق عقد المشروع. إهمال أوامر التغيير بالتأكيد يولد خلافات ونزاعات كبيرة بين الأطراف المشاركة بالمشروع، ويكون باب للنزاع بين هذه الأطراف وربما حصول طرف على حقوق ليست له من طرف آخر، أو يعني مبالغة من طرف في تقدير أتعاب أو تكاليف أعمال معينة قام بها ليست مشمولة بعقد المشروع. فأهمية وجود الآلية أو المنهجية أو الإجراءات في عقد المشروع التي تضمن إعطاء أوامر التغيير الأهمية المنوطة بها يكون سبب رئيسي في منع وجود أي خلافات أو نزاعات تترتب على وجود تغييرات بالمشروع خلال مسيرة المشروع. بالتأكيد في مشاريع كثيرة بيحدث فارق زمني كبير بين مرحلة التصميم ومرحلة التنفيذ، خلال هذه الفترة الطويلة بين التخطيط والتصميم ومرحلة التنفيذ تحدث احتمالات كبيرة للتغيير نظراً لتغير الظروف والقوانين والسوق عما كان متفقاً عليه ومخطط له قبل دراسة المشروع أو تصميمه أو طرحه للتنفيذ. فأوامر التغيير من ضمن الأهمية أن هي بتساعد فريق العمل في المشروع على تجنب والاستفادة من آلية معينة لتخطي هذه الأزمة التي تتعلق بزيادة الفترة الزمنية بين تصميم المشروع وطرحه وتنفيذه على الطبيعة. لذلك تعد أوامر التغيير هي المنفذ والسند القانوني لإحداث تغييرات في بنود المشروع تكون في مصلحة المشروع، وليس بالضرورة أن تكون في مصلحة طرف من أطراف المشروع على حساب الطرف الآخر، وإنما تصب في مصلحة المشروع ككل وبالتالي في مصلحة جميع الأطراف المشتركة في تنفيذ المشروع. طيب، برضو من أهمية إدارة التغيير في المشاريع الهندسية إن هي بتساعد فريق العمل في الاستفادة من كافة الموارد والإمكانيات المتاحة في المشاريع في السيطرة على منظومة العمل واستهداف تحقيق المشروع للهدف المخطط له وعدم خسارة أي فرصة من فرص تعظيم الفائدة المنوطة بتنفيذ المشروع. توجيه جهود العاملين لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من تلك الموارد من ضمن الأهميات التي تترتب على عملية إدارة التغييرات في المشاريع الهندسية. المساعدة طبعاً بتساعد أوامر التغيير في وصول العمل للأهداف المخطط لها من تلك المشاريع،
لأنه زي ما قلنا لحضراتكم، ربما أثناء مرحلة التصميم والتخطيط والطرح والترسية الفايدة من المشروع لا تكون واضحة لجميع الأطراف بما فيهم المالك نفسه، لكن مع تطور المشروع ووجوده ككائن حي أو جسم حي على الطبيعة تبتدي تتضح المزيد من الأفكار المتعلقة بطريقة وصول المشروع لهدفه وتحقيقه للمطلوب منه بأقل تكلفة وأفضل جودة وأسرع وقت. بالتأكيد أوامر التغيير من أهميتها أنها بتساعد فريق العمل للوصول لأهداف العمل وربما تعظيمها وتعظيم الفائدة المرجوة من المشروع، وأحيانا تساعد في إضافة قيمة مضافة إلى المشروع additional value تتضح خلال مسيرة تنفيذ المشروع. الفقرة اللي فاتت وضحت لحضراتكم حاجة كل الفرق العاملة في المشاريع لوجود آلية ومنهجية لإدارة التغييرات في المشاريع الهندسية، لكن خلينا نتكلم في الفقرة اللي هنبتدي بيها لماذا نحتاج لوجود مثل هذه الآليات، إيه الأسباب التي تدعو إلى التغيير. واسمحوا لي الزملاء على الشات، ما شاء الله في كتابات كثيرة، لكن اسمحوا لي نخلي فقرة النقاش نخلي فقرة النقاش إذا أذنتم لي في نهاية المحاضرة، ويكون إن شاء الله المجال مفتوح لحضراتكم للتساؤلات وطرح ما ترونه في هذا الموضوع والاستفادة من خبراتكم وتنقيح ما ترونه من المواد المعروضة أمام حضراتكم حول إدارة التغييرات في المشاريع الهندسية. نتكلم مع بعض حاليا حول الأسباب التي تؤدي إلى إحداث تغييرات في المشاريع الهندسية، وبالتأكيد أول هذه الأسباب هو نقص الدراسة والتخطيط للمشروع، وربما يكون هذا النقص ليس تقصيرا من أحد ولكنه لظروف مرتبطة بطبيعة المشروع. ويمكن الزملاء اللي اشتغلوا في مشاريع تعتمد على النماذج أكثر احتكاكا بمثل هذه التغييرات وعاشوا تغييرات كثيرة ربما تخرج بالمشروع عن نطاق كراس الشروط والمواصفات وجداول الكميات الموجودة للمشروع مسبقا، لأنه سواء استخدام هذه النماذج في مشاريع المدارس أو في مشاريع المراكز الصحية أو في مشاريع النقاط الأمنية أو في مشاريع الفروع الإدارات والوزارات أو غير ذلك من المشاريع اللي بتعتمد على النماذج، بيكون كل موقع له طبيعته وله ظروفه المختلفة عن النموذج المعتمد مسبقا. فحضراتكم تخيلوا، يعني أنا اشتغلت على مشروع 400 مركز صحي، وأكيد في زملاء اشتغلوا على مشاريع مدارس زي مشروع الألف مدرسة أو خزانات المياه أو غير ذلك من المشاريع. كل موقع من 400 مركز مختلف عن الآخر في ظروفه الموقعية، عن التربة، جسات التربة بتاعته مختلفة عن المواقع الأخرى مما يستدعي حدوث تغييرات، طريقة الوصول إليه وارتباطه بالشوارع، منسوبه على الطبيعة سواء مرتفع عن الشارع اللي بيمثل مدخل أو منخفض، وتغيير في كميات الحفر وكميات الردم نتيجة لذلك أو غير ذلك من الظروف الموقعية اللي بتترتب يعني بتترتب عليها تغييرات مختلفة من كل موقع عن الآخر، واستحالة نجمعها جدول كميات واحد، وبتمثل يعني آلية إدارة هذه التغييرات فرصة نجاح للمشروع. وأيضا قد تكون إذا أهملت ولم تدار على الوجه المطلوب هي سبب في فشل المشروع وعدم تحقيقه للمستهدف منه. وشفنا حضراتكم قد إيه مشاريع كثيرة تعتمد على النماذج في إعدادها وتنفيذها،
ولما يحدث تغييرات نتيجة الظروف الموقعية الموجود فيها كل موقع تتأخر المشاريع لفترات طويلة لعدم وجود آلية لإدارة هذه التغييرات، وبيتقل الفائدة المرجوة بالتأكيد من هذه المشاريع نتيجة عدم تنفيذها في الوقت المطلوب. يعني لو مشروع زي الألف مدرسة وتأخر منه عدد من المدارس أكيد بتأثر على الطلبة المنتظرين وجود هذه المدارس وكثافة الفصول، وربما ينتج عن ذلك يعني أعباء أخرى على المجتمع وعلى البلد بالكامل نتيجة إنه ما كانش فيه آلية أو منهجية لإدارة التغييرات تتناسب مع طبيعة كل موقع في المشاريع الوطنية أو القومية التي تعتمد على استخدام النماذج. ايضا شفنا انه بعض الفنادق مثلا او بعض المستثمرين بيبني مبنى على انه فندق ويحط تصميم خاص له بهذه الفكره، ويراعي الاشتراطات الموجوده في كل بلد لعمليات بناء الفنادق والاستثمارات الفندقيه، لكن لما يجي يأجر هذه الفنادق على مشغلين او براندات عالميه بيفاجئ انه محتاج لاجراء تغييرات كثيره تتوافق مع المستويات التي وضعتها هذه البراندات هيلتون شيراتون غير ذلك من اشتراطات خاصه بهم لا تتقاطع او ما فيش منها تعارض بينها وبين الاشتراطات الموجوده لدى الهيئات التي اخذ منها التصريح، لكن هي مستويات بيضعها كل براند فندقي لمشروعه او للفنادق المشغله بواسطته. وحدث هذا كثيرا في مشاريع الاستثمارات الفندقيه، لما بيجي يأجرها على مستثمر او مشغل لبراند عالمي بيحدث تغييرات قد تكون كبيره ومكلفه تحتاج بالتأكيد لإدارة فنية لإدارة التغييرات في مثل هذه المشاريع. فعملية نقص الدراسة والتخطيط من الأمور التي تتسبب في إحداث التغييرات بنسبة كبيرة، وإن كان معظم وإن لم يكن معظم التغييرات بسبب وجود نقص في الدراسة والتخطيط للمشاريع. بعض المشاريع بيترك للمقاول تصميم بعض الأجزاء أو عمل التفصيلات الخاصة بهذه الأجزاء من كل مشروع، وبالتالي ربما يترتب على ذلك نتيجة عدم وجود دراسة لهذه الأجزاء بالأساس يترتب عليها وجود تغييرات كبيرة، وبالتأكيد هذه التغييرات تحتاج لإدارة فنية تساعد على تلافي أي أثر سلبي لمثل هذه الامور. واحنا شفنا بالتاكيد مشاريع كبيره بيترك للمقاول ان هو يصممها. من ضمن المشاريع اللي انا شخصيا اشتغلت عليها كان مشروع صرف صحي، وانت محتاج انك تربط دايما في شبكات الصرف الصحي على نقطه مصب، ونقطه المصب دي لازم تكون في اوطى نقطه قدر الامكان، والا بتحتاج لزياده محطات رفع عبر مسيره الشبكه اللي انت بتنفذها وخطوط نقله، وده بالتأكيد بيأثر على المشروع من ناحية الكميات والأسعار، وبيمثل تغيير مترتب عليه إنه نتج نتيجة إن المالك ترك هذا الجزء ولم يقم بالدراسة اللازمة له، وتركه للمقاول لما يستلم المشروع يرفع الأعمال المساحية والخطوط على الطبيعة ويعيد ويقوم بتصميم هذه الأجزاء. بالتأكيد مش معقول حساب هذه الطبيعة الموجودة في الموقع في جداول الكميات بالشكل الكافي والوافي حيث تستوعب هذه التغييرات، وبالتأكيد ده جزء يعني يعود إلى نقص الدراسة والتخطيط للمشاريع. نتيجة نقص الدراسة و التصميم في المشاريع بنتوقع وجود بعض الأخطاء، وعلشان كده لازم يكون عندنا آلية لإدارة التغييرات التي تساعد على تلافي أو تعديل وتصحيح هذه الأخطاء. وجود خطأ أو نقص في التصميم والدراسة، والخطأ هو عنصر لم يظهر على النحو الصحيح
في الدراسة، بينما النواقص فهي عناصر غابت عن المخططات أو المواصفات أو الاشتراطات أصلا وكان من المفروض أن تكون موجودة. الافتقار إلى التخطيط الدقيق وعدم إعطاء مرحلة الدراسة والتخطيط الأهمية اللازمة لها، مما يتسبب في وجود نقص في الدراسة، يترتب عليه وجود كمية كبيرة من التعديلات والتغييرات في المشروع. تحدث دائما عمليات أخطاء في تقدير الكميات، ولا يتم تقدير الكميات بشكل جيد أو دقيق أو قريب من الواقع. قلنا إنه وجود تغيير في الكميات ده شيء منطقي ومستوعب، لكن لما يكون الفرق كبير فمعناه أن هناك نقص بالتأكيد في الدراسة، وربما تم عملية حساب الكميات بطريقة غير فنية اعتمدت على الذاكرة أو الخبرة أو الاستسهال أو اعتماد على معدلات ربما تكون غير منطقية أو واقعية استخدمت في حساب كميات المشروع. أحيانا كثيرة ونتيجة ضعف التنسيق بين التخصصات المختلفة بيحدث عيب في دراسة المشروع، فيحدث تضارب في المخططات والرسومات وشروط الموقع بين الأقسام المختلفة. ربما حضراتكم تعرضتم في مشاريعكم اللي مارستموها لوجود مثل هذه الأخطاء أو وجود مثل هذا التضارب بين الزملاء. يعني أشهر الصور اللي احنا بنشوفها المرتبطة بالزملاء في الميكانيكا والكهرباء وشغل زملائي في التخصص في الأعمال الإنشائية والمدنية، وبنجد ان الزملاء في الكهرباء احيانا او الميكانيكا بيحتاجوا لمرور كابل او ماسوره او غير ذلك من المرافق بطريقه ما تتعارض مع السلامه الانشائيه للعناصر الانشائيه الموجوده، والصور دي بالتاكيد مشهوره ومتداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بكثره خاصه روابط المهندسين. فالموضوع لو خد حقه من التنسيق بين الأقسام المختلفة وتم عمل كوردينيشن بين المخططات والرسومات وأيضا بين الاشتراطات والمواصفات في الكراسة شروط المواصفات ومخططات المشروع، بالتأكيد كان حجم التغييرات هيكون أقل وكان يمكن تلافي مثل هذه الأخطاء الكارثية أحياناً وتلافي جانب كبير من التغييرات والتعديلات التي تتم على المشروع. أحياناً بيكون عدم الترتيب، ويقصد بالترتيب هنا الترتيب الزمني في تنفيذ بنود العقد، بيكون أحياناً تطرح المشاريع مثلاً على مراحل، فيكون هناك مثلا جزء من المشاريع مرتبط بالبدرومات وجزء مرتبط بالادوار العليا، وعدم وجود ترتيب خاصه في الاعمال الالكتروميكانيكال. شفنا الموضوع ده اكثر من مره لارتباط الاعمال ببعضها واهميه ترتيب هذه الاعمال على بعضها والترابط بينها، وعدم مراعاه هذا الترابط والترتيب سواء في المواصفات أو في البرامج الزمنية بشكل جيد يعتبر نقص في الدراسة وبيزيد من فرصة حدوث تغييرات في المشاريع الهندسية. كده يا أخوانا احنا اتكلمنا انه السبب الأساسي وربما صاحب نسبة كبيرة من حدوث تغييرات أو إحداثها هو موضوع نقص الدراسة والتخطيط للمشروع. أما السبب الثاني أو الاحتمال الثاني لمثل هذه التغييرات بالتأكيد تدخل الجهة المالكة، خصوصا لما يكون هذه الجهة ليست فنية بالأساس أو ليس لديها الطاقم الفني المتخصص الذي يستطيع إبداء رأي أو إضافة
جيدة أو فنية للمشروع، فتدخل الجهة المالكة بيكون مسؤول عن نسبة كبيرة تلي نقص الدراسة والتخطيط في النسب المتسببة في حدوث تغييرات في المشاريع الهندسية. فعدم خبرة الجهة المالكة وإصدارها تعليمات متناقضة أو حدوث رغبة في إجراء بعض التعديلات التي تتناسب مع تغير حاجتها وهدفها من المشروع عبر مسيرة تنفيذ المشروع، أو لتغير ظروفها المالية أو ظروف المجتمع أو الحاجة للمشروع أو تغيرات السوق، وأحيانا لرغبة الجهة المالكة في سرعة إنجاز الأعمال والتي قد ينتج عنها تجاوز قيمة العقد المالية، ويكون ذلك على أشكال من حدوث تعديل على المخططات والمواصفات من قبل الجهة المالكة في المناسيب والأبعاد وتوزيع الأماكن واستخدام المواد وغير ذلك من التعديلات التي قد تكون مقترحة من المالك يترتب عليها تغييرات في المشروع. أيضا ربما لحاجة المالك مع الظروف الموجود فيها المشروع في تغيير تسلسل أو توقيت تنفيذ بعض الأعمال، بعض الأعمال بيكون مجموعة من المباني على مراحل معينة، تظهر حاجة ماسة لدى المالك إنه مستعجل على تنفيذ جزء من المباني قبل جزء آخر. بعض الإخوان هنا في مكة المكرمة يكونوا حريصين على إنتهاء الأعمال في موسم قبل موسم العمرة وقبل موسم الحج، والاستفادة بهذه المرافق والمنشآت في هذه المواسم. هذه التغييرات في تسلسل أو توقيت تنفيذ الأعمال بالتأكيد يترتب عليها تغييرات في المشروع وتغيير في خطة العمل وربما تغيير في كميات والبنود والمواصفات وغير ذلك من التغييرات الأخرى. أيضا قد يحتاج المالك لإضافة بنود وأعمال جديدة مرتبطة بنطاق المشروع، إضافة مواقف مثلا معينة، زيادة عدد المواقف السيارات، استخدام مواقف متعددة الأدوار، تقسيم محلات مثلا، زيادة التقسيمات للمحلات أو غير ذلك من البنود والأعمال الجديدة. أيضا يترتب على تأخير إعطاء المالك للردود والموافقات أو تأخيره في تسليم موقع العمل للمقاول أو جزء منه على حدوث تغييرات في المشروع. الطرف الثالث المشترك في تنفيذ المشاريع وهو الجهة المشرفة. إذا كان عندنا المالك يمثل الطرف الأول كما ان المقاول والطرف الثاني، فان الجهه المشرفه او المهندس او الفريق الفني الموجود في الموقع يمثل الطرف الثالث، ويكون ايضا متسببا في بعض التغييرات التي تحدث في المشاريع، زي يعني قله خبره هذه الجهه في التعامل مع المشاريع والاعتماد في اسناد المشاريع والاشراف عليها لفرق أقل في الخبرة وأقل في التكلفة، ينتج عنها عدم قيام هذه الفرق بالتنسيق الجيد بينها وبين المالك في تنفيذ الأعمال وترتيبها وتتابعها، وعدم إدراكها لمفهوم المشروع نفسه وحاجة المالك ليه وأهميته عنده والفائدة الوظيفية المرجوة من المشروع. على الجانب الآخر، تأخر الفريق الفني في الرد على استفسارات المقاول أو اعتماد المخططات التنفيذية أو المخططات المعدلة أو اعتماد المواد أو غير ذلك من الأمور اللي بيتأخر فيها الفريق الفني بتأثر على سير المشروع ويترتب عليها زيادة نسبة التغييرات في المشروع.
أيضا دراسة المقترحات والتعديلات المقدمة سواء من المالك أو من المقاول، وتأخير الرد وهذه الدراسات من قبل الجهة المشرفة بيترتب عليها تغييرات في المشروع. وقلنا أن العوامل دي مرجعها الأساسي وقلة خبرة جهاز الإشراف. بالتأكيد الحقوق المالية والتدفقات المالية من الأمور المهمة في المشاريع، واللي بتساعد على انتظام العمل في المشاريع الهندسية، وتأخير الجهاز الفني لاعتماد المستخلصات الشهرية يؤدي بالتأكيد لتباطؤ معدلات الأداء بالمشروع وزيادة الحاجة لإحداث تغييرات في المشروع. طيب المقاول كطرف ثالث من أطراف عملية تنفيذ المشروع هل بيكون سبب في إحداث تغييرات؟ بالتأكيد كلما زادت خبرة وإمكانيات المقاول كلما قلت فرصة حدوث تغييرات في المشاريع. علشان كده معظم التغييرات اللي بتترتب على المقاول مرجعها بالأساس هو قلة خبرة المقاول وتصرفاته التي يقوم بها في الموقع، قد تؤدي إلى حدوث تغييرات في التكلفة والزمن للمشروع وإصدار أوامر تغيير مرتبطة بالزمن أو بالتكلفة ناتجة هذه الأوامر بالأساس عن الحاجة لإصلاح ومعالجة أخطاء المقاول التنفيذي. كما تنتج أوامر التغيير في الموقع أو في المشروع نتيجة عدم قيام فريق المقاول بالتنسيق اللازم وعلى الوجه المطلوب مع جهاز الإشراف أو مع المالك أثناء تنفيذ الأعمال، مما يزيد الحاجة لإصدار أوامر تغيير لتعديل الأوضاع بالموقع. الأسباب الناتجة عن ظروف الموقع بالتأكيد زي ما اتكلمنا ووضحنا لحضراتكم إن ظروف الموقع من الأسباب التي تؤدي إلى صدور أوامر تغيير، وبالأساس مرجع هذه الأسباب هو ضعف الدراسة والتنسيق والتخطيط في بداية إعداد المشروع وعدم التحقق بشكل جيد وكافي من مواصفات موقع المشروع. وقلنا إن الأمور دي بتزيد كلما زادت مشاريع النماذج زي المدارس، المستشفيات، المراكز الطبية، المراكز الأمنية، غير ذلك من المشاريع خزانات المياه العلوية والأرضية، غير ذلك من المشاريع التي بتعتمد على النماذج. فبيتم طرح نموذج بجدول كميات مثالي ولا يتم التحقق من الموقع على الطبيعة، وربما يكون الموقع بالأساس غير متوفر أو غير جاهز لهذا المشروع ولسه خاضع لمفاوضات مع جهات أخرى لتوفير موقع مناسب. نتيجة ذلك بتزيد فرصة حدوث تغييرات في المشاريع نظراً لاختلاف ظروف الموقع، خاصة ما تحت سطح التربة لو ما تمتش عمليات جسات التربة بشكل فني وعلى الطبيعة، نجد أن في اختلاف، ظهرت طبقة صخرية، ظهرت مياه جوفية على أعماق مختلفة، لا التربة انتفاشية وتحتاج إلى إزالة وعمل إحلال أو غير ذلك من خصائص التربة التي تختلف في الموقع عما هو في وثائق العقد. وجود عوائق طبيعية أو مادية، عدم وجود طرق، عدم سهولة الوصول للموقع، انخفاض منسوب الأرض الطبيعية في الموقع أو ارتفاعه عن المناسيب التصميمية أو غير ذلك من الأمور التي تتسبب في حدوث تغييرات في المشاريع بشكل كبير. ظروف الجو والمناخ، ربما مناطق معينة تحتاج لعزل معين متناسب مع الظروف الجوية والمناخية فيها، ومناطق أخرى تحتاج لعزل مختلف، مناطق منخفض الحرارة، مناطق التفاوت والتباين بين البرودة والحرارة خلال فترات المشروع أو فترات استخدام المرفق أو المنشأ سواء طريق أو مبنى بتكون كبيرة. بالتأكيد من الأمور
التي لو لم يتم دراستها بشكل وافي يترتب عليها زيادة فرصة حدوث تغييرات في المشاريع الهندسية. الموقع أيضا كموقع عام أحيانا بيحتاج للاهتمام والدراسة. المنطقة التي يتم فيها تنفيذ الموقع تحتاج أيضا إلى اهتمام وإلى دراسة بشكل كافي، لأنه ربما يكون في منطقة حضرية بتتوفر فيها جميع المواد، خلاطات الخرسانة، محاجر الرمل، الوكلاء للمضخات وغيرها من الأنظمة الأخرى، توفر الأجهزة الكهربية غير ذلك. بعض المواقع بتكون من الصعوبة بمكان توفر هذه المواد فيها، وكان يجب أخذ طبيعة الموقع أو المنطقة الجغرافية اللي موجود فيها المشروع بالاعتبار عند دراسة المشروع، ويكون ذلك من ضمن الأسباب التي تزيد من حدوث تغييرات في المشاريع الهندسية. طيب، اللوائح والأنظمة، قلنا مع حضراتكم إنه أحيانا بيتم دراسة المشاريع في فترة زمنية ما وطرحها وترسيت على المقاول وبدء في التنفيذ متأخرا عن فترة الدراسة والتخطيط للمشروع. فخلال هذه الفترة أحيانا تتغير اللوائح والأنظمة، الأكواد، الاشتراطات، ذبذبة التيار الكهربي معدلاته من 110 220 380، اشتراطات الدفاع المدني، استخدام ال FM200، تغير عدم وافقيته على ذلك واستبدالها بالنوفيك، السماح بالأنظمة الغازية في الإطفاء. الاشتراطات دي مع تغيرها، وربما يكون تغيرها أسرع من تنفيذ المشروع نفسه، فبيكون سبب من الأسباب التي يترتب عليها حدوث تغييرات في المشاريع الهندسية. برضو من الأمور التي قد تتغير أثناء تنفيذ المشروع المتعلقة بأنظمة العمل والعمال ومدى توفر الأيدي العاملة خلال فترة تنفيذ المشروع. وإذا لم يتم يعني هذه الأمور بالتأكيد من الصعوبة بمكان أخذها بالاعتبار عند دراسة المشاريع، ولذلك بتكون سبب في حدوث تغييرات في المشاريع. بعض القواعد والأنظمة اتكلمنا عليها زي نظام حماية البيئة واستخدام مواد صديقة للبيئة واستخدام مواد مستدامة، أنظمة إدارة مخلفات البناء، اختلاف أنظمة التخطيط المدني أثناء تنفيذ المشروع أو خلال فترة بين طرح دراسة وتخطيط المشروع، فترة الطرح وفترة التنفيذ اللي بتطول غالبا في بلادنا العربية. يعني من الظواهر السلبية عندنا إنه هذه الفترة بتطول بين دراسة المشروع وطرحه وترسيته والبدء في تنفيذه وتوفير الاعتمادات الخاصة ليه. خلال هذه الفترات الطويلة بتتغير بشكل كبير القواعد المستخدمة والأنظمة، وبيتم إضافات كثيرة بيترتب عليها حدوث أوامر تغييرية كثيرة حتى تتوافق المنشآت والمشروع بشكل كبير يتوافق مع هذه الأنظمة، وليس له بد إلا أن يتوافق. يعني إذا كان التيار الكهربي تغير ذبذبته نتيجة تغييرات في شركة الكهرباء، فبالتأكيد أنت لازم كل الأجهزة والتمديدات والشغل اللي أنت عامله لازم يتوافق مع هذا التغيير. إذا حدث وجود تغيير في أنظمة الإطفاء زي ما قلنا والسلامة
والحفاظ على الأرواح، فأنت مضطر إنك تلتزم بمثل هذه القواعد. أيضا بيكون في اشتراطات، ما بيكون يعني تكييف المشروع معها من الأمور التي يترتب عليها تغييرات كبيرة. كل هذه التغييرات تنتج عن تغير اللوائح والنظم خلال فترة تنفيذ المشروع، وبالأساس السبب الرئيسي فيها هو تأخير الفترة بين دراسة وإعداد العقود وكراسات الشروط والمواصفات والطرح وتوفير اعتمادات مالية وتنفيذ المشروع. من الأمور المشهورة في إحداث تغييرات في المشاريع هو تغيير سلطة اتخاذ القرار. ممثل المالك أو المالك نفسه ربما تنتقل ملكية مشروع خلال فترة تنفيذه من جهة إلى أخرى، ويتم التغيير من ملكية جهة إدارية ما إلى جهة أخرى، التغيير في الكيان القانوني للجهة من مؤسسة أو ملكية فردية إلى شركة، دخول شركاء، غير ذلك من التغيرات في سلطة اتخاذ القرار في المشاريع بتكون من أسباب حدوث أوامر تغيير في المشاريع لتتوافق مع التغيير الحادث في سلطة اتخاذ القرار في المشروع. ودائما السلطات عند تغييرها بيكون ليها رؤية مختلفة عن السلطة السابقة ومدى تفسيرها للوائح ومدى حاجتها للمشروع وتقديرها لفائدة المشروع، وإذا كان لها متطلبات جديدة تحتاجها من المشروع. بالتأكيد وجود طريقة وآلية لإدارة التغييرات في المشاريع، خصوصا التغييرات التي تترتب على تغيير سلطة اتخاذ القرار في المشاريع، من الأهمية بمكان للحفاظ على حقوق جميع الأطراف وحماية مصالحها جميعا دون حدوث إضرار بأي من أطراف العقود. التغييرات الناتجة عن اعتبارات السلامة والصحة المالية والصحة العامة، ربما عدم أخذها بالاعتبار عند إعداد الدراسات، هو المقصود به إنه بعد كده بيتبين لينا والله إن المكان ده مكان مثلا منطقة تجمع للسيول مثلا، أو منطقة بيعدي فيها كابل كهربي من تيار جهد عالي، أو منطقة فيها خطوط ناقلة للمياه بأقطار كبيرة وتحت ضغوط عالية. كل هذه الأمور التي لم يتم دراستها بالشكل الكافي، وهي بالأساس اعتبارات مرتبطة بعمليات السلامة والصحة المالية والصحة العامة، وجود مثلا استخدام لمواد معينة في عمليات التنفيذ، وبعد كده المواد دي يتبين ان ليها تأثيرات سلبية على الصحة العامة، او تطور مواد معينة زي اللي بتستخدم في المستشفيات المضادة للبكتيريا مثلا، الدهانات المضادة للبكتيريا او غير ذلك من المواد، يبدأ جديد وحدث تطور في هذه الأمور تحتاج إلى أخذها بالاعتبار للحفاظ على سلامة العاملين في المشروع والصحة المالية والصحة العامة للمستفيدين المستخدمين المشغلين بعد كده للمشروع. بالتأكيد من الأسباب التي يترتب عليها حدوث تغييرات في المشاريع لتغطية هذه النواحي أثناء التنفيذ لعدم عرقلة العمل. يعني الأسباب اللي بيترتب عليها حدوث تغييرات في المشاريع كثيرة وليست محصورة فيما ذكرناه، وإن كان الذي ذكرناه هو الأشهر والأعم، وإن شاء الله بنهاية هذا اللقاء سنفسح لحضراتكم مجال للإضافة لما وجدتموه خلال مسيرتكم المهنية من أسباب للتغييرات في المشاريع الهندسية، قد تكون مختلفة عما ذكرناه من أسباب، لكن حاولنا نلم بالأسباب الرئيسية اللي بيترتب عليها حدوث تغييرات قد تكون مؤثرة أو كبيرة في
المشاريع الهندسية. طيب لو جينا نصنف التغييرات التي تطرأ على المشاريع الهندسية ونضع ليها تصنيف، هنقول إن في تغيير يوجه إليه المالك، وده بنسميه التغييرات المباشرة، وهي تغييرات يوجه إليها المالك أو من يمثله أو يفوضه أو صاحب صلاحية. ونقطة الصلاحية دي من النقاط المهمة اللي هنتناولها إن شاء الله رب العالمين بالشرح لأهميتها. خصوصا بيحدث تضارب كثير في هذا الموضوع، مين صاحب الصلاحية في إصدار أوامر التغيير أو التوجيه بأوامر التغيير. وخلينا نقول إنه الصلاحيات ومستوياتها إن شاء الله رب العالمين نتناولها بكرة بإذن الله تعالى، لكن نقصد هنا لما بنصنف تغييرات مباشرة بنقول إنها التي يوجه إليها المالك أو صاحب الصلاحية أو المفوض بإحداث تغييرات في المشروع، سواء في خطة العمل أو في مواصفات المواد أو في تنفيذ أعمال بكميات تزيد أو تقل عن المقرر بالعقد. بالتأكيد هذه التغييرات المقاول يستحق عنها تعويض، سواء في المدة أو في القيمة أو في التكلفة، تبعاً لاشتراطات العقد التي يفترض أن تتضمن آلية التعامل مع التغييرات. وشفنا إنه العقد النموذجي الفيديك ريد بوك بيشمل باب كامل خاص بالتعديلات والتغييرات، وهو الباب رقم 13، وفي معظم العقود بتعطي صلاحية للمالك لإحداث تغييرات في حدود معينة هنتناولها إن شاء الله في فقرة الوفر والزيادة أو المناقلة بالتوضيح. طيب النوع الثاني من التغييرات، وهو التغيير المترتب على أفعال المالك أو التغييرات الضرورية. الاثنين مرتبطين بالمالك، لكن إذا حدث إجراء خاطئ من المالك أو إخفاق في اتخاذ إجراء صحيح في الوقت المناسب، نحتاج إلى عمل تغيير ضروري بنسميه التغييرات الضرورية، الذي يتم به تعديل هذا الوضع وهو الخاص بأفعال المالك. ربما يوجه المالك توجيه ما من خلال التغيير المباشر أو التوجيه المباشر زي ما قلنا في التصنيف الأول، يتبين بعد فترة أنه غير متوافق مع اللوائح أو مع الإجراءات أو مع المواصفات أو مع شروطات العقد أو غير ذلك، يحتاج هنا إلى تغييره بشكل ضروري، يسمى في هذه الحالة تغييرات ضرورية. قد يكون أيضا هذا التغيير مترتب على إخفاق المالك في اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب. بعض القرارات مرتبطة بعملية التوقيت ولا أهمية أن تتم في التوقيت المناسب لها. بالتأكيد المقاول يستحق تعويض عن التغييرات الضرورية كما يستحق عن التغييرات المباشرة. طيب التغييرات الناتجة عن قصور أو أخطاء أو نواقص في التصميمات بنسميها التغييرات الإجبارية، وهي تغييرات لا يمكن يعني تلاشي، يعني لا يمكن إن الإنسان يتخطاها أو فريق العمل في المشروع يتخطاها أو يتعداها، لكن تحتاج لا محالة إلى التعديل. وبالتأكيد التعديلات هيؤثر بشكل ما في عمل مقاول وفي التكلفة والأداء نتيجة حدوث أخطاء أو نواقص في التصميم، ويعوض المقاول عنها لأنها ناتجة عن المالك أو الفريق التابع للمسؤول عن التصميمات. والعلاقة بقى بين المالك وبين فريق التصميم
دي ترجع لي في العقد الخاص بتصميم المشروع، وإذا ترتب عليها نزاع أو حقوق للمالك نتيجة وجود هذه الأخطاء، فبالتأكيد في طرق للتحكيم أو القضاء وغير ذلك من الطرق المتبعة لحفاظ الملك على حقه نتيجة وجود أخطاء في التصميم. لكن الموضوع هنا نتكلم عن عقود تنفيذ المشاريع الهندسية. طيب، التغييرات الجذرية أو التغيير الحتمي هي تغييرات تؤدي إلى تغيير في بنود العقد الأصلي، فينحرف المشروع عن الهدف المخطط له والمتفق عليه. الموضوع ده بيحدث عندما يتم تغيير الرؤية لدى المالك بشكل كامل، من إنه بيكون عامل مستشفى ويغير مثلا هذا المشروع إلى مبنى تجاري إداري مثلا، أو إنه يكون في الأساس مقرر إنه يستخدم المشروع كمبيتات للعمال ويستخدمها كمكاتب إدارية لفريق العمل عنده. كل هذه التغييرات بنسميها تغييرات جذرية أو تغييرات حتمية، التي تترتب على تغيير في بنود العقد الأصلي وانحراف المشروع عن الهدف المخطط له والمتفق عليه. بيحدث ذلك عندما يكون حجم التغييرات كبيرة لدرجة تغير طبيعة المشروع، وعليه يصبح العقد الأصلي لا يصلح لتغطية مثل هذه الأعمال، وبالتالي يترتب هذا الموضوع على الحاجة إلى إعطاء المقاول فرصة لدراسة الوضع الجديد وتقييم التغييرات المترتبة على هذه التغييرات الجذرية، ويحق له المطالبة بتعويضات عن هذه التغييرات إذا رأى استمراره في العقد، كما يحق له الانسحاب من العقد نتيجة أن هذه التغييرات جذرية في العقد بالكامل وليست في مكونات العقد، وتخرج بالعقد عن نطاق الأعمال. قد يحدث هذا التغيير نتيجة إعطاء تعليمات وتوجيهات من قبل المالك أو ممثله إلى المقاول، أو نتيجة إخفاق المالك في إعطاء التعليمات اللازمة في الوقت المناسب. لكن هذه التغييرات بالأساس مترتبة على حدوث تغيير في فكرة المشروع، بنسميها تغييرات جذرية في موضوع المشروع نفسه وليست في مكوناته أو بنوده، وبالتأكيد يستحق المقاول إذا رأى الاستمرار في المشروع التعويض عن هذه التغييرات. طيب، التغييرات غير المعوضة، إحنا قلنا إن كل التغييرات اللي فاتت مرتبطة بالمالك أو فريق العمل التابع ليه أو جهاز الإشراف عنده، أو تغير رؤيته للمشروع بشكل جذري من خلال ال4 نقاط اللي فاتوا. لكن لو حدث التغيير عن طريق المقاول بالتأكيد هي تغييرات نسميها التغييرات غير المعوضة، وهي التغييرات التي تنتج عن المقاول نفسه بسبب أخطاء في التنفيذ أو ضعف جودة ما يتم تنفيذه من أعمال، تقود إلى إعادة العمل أو تكسير وهدم الأعمال، بعض الأعمال المنفذة وإعادة تنفيذها من جديد، الأمر الذي يؤدي بالتأكيد لزيادة تكلفة المشروع بالأساس حتى ولو تحملها المقاول، وتأخير البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع. وبالتأكيد هذه التغييرات غير معوضة للمقاول، ولكن قد يستحق عليها المالك طبقا لاشتراطات العقد، قد يستحق عنها التعويض المالك وليس المقاول. صنفنا مع بعض أنواع التغييرات في العقود الهندسية، في مصطلح دايما بيتضارب مع مصطلح أوامر التغيير، وهو مشروع موضوع الأعمال الإضافية. عايزين نقول لتبسيط المصطلحين وتقريبهم للأذهان،
إن أمر التغيير هو عملية تعديل أو تغيير أو إضافة أو حذف، كما ورد في البند 13 واحد في عقود الفيديك، هي عملية تعديل أو تغيير أو إضافة أو حذف في بند أو أكثر، سواء جزئيا أو كليا، في وثائق المشروع الهندسي بهدف الوصول إلى تنفيذ المشروع وكل الأعمال الموجودة داخل المشروع وفي نطاق الأعمال بما يتوافق مع متطلبات سير العمل، الجودة المطلوبة، خروج المشروع في النهاية حسب المواصفات المطلوبة والمواصفات القياسية والمحددة والمخطط لها سابقا بواسطة الفريق الفني الذي استخدمه المالك في التخطيط والتصميم لهذا المشروع. وبالتأكيد هذا الموضوع مرتبط بالإمكانيات المتاحة لدى المالك والاعتمادات المخصصة للمشروع. تاني أمر التغيير وعملية تعديل أو تغيير أو إضافة أو حذف في بند أو أكثر، سواء جزئيا أو كليا، داخل نطاق عقد المشروع ودون خروج المشروع عن نطاق الأعمال المتعاقد عليه بين الأطراف الثلاثة المشتركة في المشروع، سواء المالك أو جهاز الإشراف أو المقاول. وتضمن عمليات التغيير أو المستهدف منها هو الوصول إلى خروج المشروع بالجودة المطلوبة وعلى حسب المواصفات المخطط لها والمقررة مسبقا بواسطة الفريق الفني الذي قام بالتخطيط للمشروع. وبالتأكيد الموضوع مرتبط بالإمكانيات المتاحة والميزانيات المحددة للمشروع والمدة المخطط لها تنفيذ مشروع خلالها. طيب، الأعمال الإضافية، هي أعمال يتم التكليف بها إضافيا، يعني ليست في من ضمن بنود المشروع بجانب الأعمال المتفق عليها في العقد. وكل عمل من هذه الأعمال يتم تحديد قيمة أو تكلفة أو مدة زمنية لها طبقا لرؤية المختصين والقائمين على عمليات التنفيذ المختلفة. وهنا يجب الرجوع في الأعمال الإضافية إلى الميزانية الكلية المعتمدة لتنفيذ المشروع والمدة الزمنية المخطط لها تنفيذ المشروع خلالها. فالأعمال الإضافية غير مرتبطة بنطاق الأعمال الموجود داخل المشروع، وإنما هي إضافة على المشروع يقصد بها بالتأكيد الاستفادة من الاعتماد المالي المخصص للمشروع، تعظيم الفائدة من المشروع، تحقيق قيمة مضافة للمشروع، أو غير ذلك من الاعتبارات التي على أساسها يتم إضافة أعمال للمشروع، ليست مرتبطة ببنود العقد الخاص بالمشروع الهندسي. أما إذا كان الأمر مرتبط ببنود العقد ويتم عليه تعديل أو تغيير أو إضافة أو حذف يسمى أمرا تغييريا. طيب، إيه اللي يخلي الفريق العمل سواء المالك أو الجهة المقاول المنافس أو جهاز الإشراف إنه يلجأ لاستخدام الأعمال الإضافية بالإضافة إلى أوامر التغيير؟ أول سبب وجود وفر في الميزانية المعتمدة للمشروع. إذا كان المالك متوفر لديه اعتماد فبيبتدي يحاول يستفيد منه ويضيف قيمة إلى المشروع نتيجة توفر السيولة أو الاعتمادات المالية للمشروع وزيادتها عن حاجة المشروع الأصلي. تغير الظروف المحيطة بالمشروع والحاجة لإضافة واستحداث أعمال جديدة من الأسباب التي تدفع فريق العمل في المشروع لإضافة أعمال للمشروع خارج نطاق عقد المشروع. في بعض الحالات بتكون الحاجة فنية لإضافة بنود جديدة لعقد المشروع مترتبة على تغير الاشتراطات أو المواصفات أو القوانين أو النظم أو وجود رؤية فنية ما لدى الفريق الفني الموجود في المشروع، على أساسها بيحتاج لوجود أعمال إضافية تساعد في زيادة الفائدة المرجوة من المشروع.
طيب اتكلمنا عن ان الاعمال الاضافيه مرتبطه بالميزانيه الخاصه والاعتمادات الماليه الخاصه بالمشروع، ده بياخدنا مباشره لعمليه حسابيه مرتبطه بضبط المعدلات او ضبط الاحتياجات الماليه للمشروع، وهي عمليه حساب الوفر والزياده بجدول كميات المشروع او المناقله. والمقصود بهذه العملية إن هي بتوفر رؤية للقائمين على المشروع حول مدى يعني استنفاد المشروع للمقرر المالي الخاص به أو الاعتماد المالي الخاص بالمشروع خلال مسيرته. يعني أنا بدرس لو تم تنفيذ المشروع بالكامل كم هيتكلف طبقا للمخططات أو المخططات المعتمدة أو الظروف التنفيذية اللي موجودة في فترة ما، وبتتكرر عملية حساب الوفر الزيادة كما سنوضح لحضراتكم على مراحل خلال عملية تنفيذ المشروع، وهي عملية مقارنة حسابية بين كميات العقد والكميات المقررة تنفيذها على الطبيعة طبقا للمخططات المعتمدة أو حسب الحاجة على الطبيعة. المقصود بالوفر هو نقص التكلفة المالية للمشروع عن قيمة العقد نتيجة نقص الكميات المقررة تنفيذها فعليا طبقا للمخططات المعتمدة أو طبقا للطبيعة عن تلك الكميات الموجودة بجدول كميات العقد. زي ما وضحنا لحضراتكم هي مقارنة حسابية بين تكلفة كميات العقد التي تم التعاقد على أساسها والكميات التي تقرر تنفيذها على الطبيعة طبقا للمخططات المعتمدة أو طبقا لأوامر التغيير أو حسب حاجة المشروع على الطبيعة. أما الزيادة فهي زيادة التكلفة المالية للمشروع عن القيمة المقررة في العقد نتيجة زيادة الكميات المقرر تنفيذها فعلياً طبقا للمخططات المعتمدة والطبيعة عن تلك الكميات الموجودة بجدول كميات العقد. في نموذج أمام حضراتكم لعملية حساب الوفر والزيادة بأحد المشاريع، هو مشروع بسيط عبارة عن طبقات ردميات بسمك 25 سنتي وبعدها في غشاء بولي بروبلين وبعدين دكة أرضيات وبعدين سيراميك أرضيات وجزء من الأرضيات بيتم عليه تركيب رخام أرضيات. النموذج أمام حضراتكم بيوضح الفرق في الكميات بين كميات العقد والكمية حسب الحصر من المخططات أو الحصر على الطبيعة ومدى وجود وفر أو زيادة في المشروع. فلو إن كمية الردميات الموجودة بالعقد وحدة قياسها المتر المكعب والكمية في العقد 400 متر مكعب، بينما الحصر على المخططات المعتمدة وحسب الرفع المساحي على الطبيعة بيّن إن إحنا محتاجين 500 متر مكعب مش 400، فبالتالي عندي زيادة في الكمية 100 متر مكعب. لو سعر البند 10 جنيه معنى كده إن عندي زيادة، والزيادة معناها نقص في الاعتمادات المالية للمشروع طبقا للعقد عما يحتاج المشروع على الطبيعه، فانا عندي زياده 1000 جنيه. لو انا عندي غشاء البروبلين موجود كميته في العقد 400 متر مربع بينما الكميه على الطبيعه 300، وكان في الحاله دي عندي في وفر في الكميات دي 100 متر مربع لو سعره 5 جنيه، معنى كده ان انا عندي وفر 500 جنيه في بند غشاء البولي بروبلين المانع لتسرب الرطوبة. طيب لو أنا عندي دكة الأرضيات من الخرسانة عادية سمك 10 سنتي، الكمية حسب العقد 300 والكمية حسب الحصر على الطبيعة 300 متر مربع، معنى كده أن أنا لا عندي وفر ولا عندي زيادة، والوفر والزيادة سواء في الكميات أو في المبلغ هو صفر. لو عندي كميات توريد وتركيب سيراميك أرضيات بالمتر مربع 300 متر بينما حسب عقد المشروع بينما الكمية على المخططات التنفيذية 250، معنى كده إن عندي وفر 50 متر، والوفر في الكمية
هيكون الوفر فيه المبلغ هيكون 2500 جنيه. لو عندي تركيب وخام ارضيات في المنطقه اللي بنفذ فيها المشروع الصغير ده، مطلوب ان انا حسب العقد 100 متر، بينما على الطبيعه عندي 150 متر. لو سعر المتر 100 جنيه وزياده عندي 50 متر، معنى كده ان عندي زياده اي نقص في تكاليف المعتمد المشروع عن التكاليف الحقيقيه او المطلوبه على الطبيعه 5000 جنيه. لو حسبت الوفر الموجود في بعض البنود مع الزيادة الموجودة في البعض الآخر من البنود، هلاقي إن أنا عندي هذا المشروع في هيزيد تكلفته عند تنفيذه على الطبيعة عن المخطط له ب3000 جنيه. دي طريقة بسيطة يعني توضح حضراتكم عبر 5 بنود طريقة حساب الوفر والزيادة أو المناقلة في المشروع. وعلشان نعرف إنه المناقلة بتوضح لصاحب القرار الحدود المتاحة للتعديل في الكميات طبقا للاعتمادات المالية للمشروع. يتم اعتماد التعديل في كميات الأعمال طبقا للمناقلة إذا كانت في حدود نسب الزيادة والنقص المسموح بها تعاقديا. قلنا حضراتكم بعض العقود بتقول 10 زيادة و10 نقص، بعضها بيقول 10 زيادة و20 نقص، وبعض الآخر بيقول 10 زيادة و25 نقص، حسب العقد اللي شغالين عليه وحسب النظام المتبع في البلد التي يتم فيها تنفيذ المشروع. فحدود الزيادة لو كانت في حدود المسموح به تعاقديا تصبح هذه المناقلة مباشرة بديلا لجدول كميات العقد. عملية المناقلة بتتم كلما حدث تعديل بالمخططات، تغييرات عملنا عليها مخططات واعتمدناها من صاحب الصلاحية، هذا التعديل يؤثر على كميات العقد بالزيادة والنقص. يجب في هذه الحالة أن تتم عملية حساب الوفر والزيادة بجدول كميات المشروع أو المناقلة. عملية المناقلة بالأساس تتم على الأقل لكل مشروع مرتين. المرة الأولى بتتم عند استلام الموقع ويتم مقارنة كميات العقد مع الكميات طبقا للمخططات التصميمية، والمرجع هنا بيكون للمخططات التصميمية وليس للكميات الموجودة في العقد. أقصد يعني القرار بيكون باعتماد الكميات الموجودة على المخططات، لأنه ربما يكون الكميات الموجودة بجداول الكميات ليست دقيقة وليس مرجعيتها المخططات التصميمية، فعندي في الأولوية أن المخططات التصميمية بتسبق جدول الكميات وتعتبر مرجع له. علشان كده يجب عند بداية كل مشروع أن يقوم المقاول بعمل هذه المقارنة بين كميات العقد وكميات حسب المخططات التصميمية للمشروع، وتوضيح الوفر والزيادة في كميات المشروع واعتمادها من المالك، وتوضيح الحدود المالية للمشروع ومدى الحاجة لإجراء تغييرات أو تعديلات حسب النسب المتاحة للمشروع. ولو زادت أو قلت هذه النسب هوضح لحضراتكم كيف يتم التعامل معها طبقا لأنظمة المنافسات والمشتريات المعتبرة. المرة الأساسية الأخيرة بتتم عند رفع المستخلص الختامي للمشروع، وفي هذه الحالة يتم مقارنة كميات جدول مقارنة كميات المشروع طبقا لجدول كميات المشروع بحصر الكميات طبقا للمخطط طبقا للمنافس على الطبيعة، ومرجعية ذلك هي مخططات الأسبلت درونز. طيب احنا قلنا ان في حدود تعاقدية مسموح بيها للزيادة والنقص في كل عقد مشروع في حدود صلاحية المالك المباشرة. علشان كده لو زادت نسبة التغييرات في المناقلة عن الحدود المسموحة تعاقديا يتم دراسة الوضع بشكل استثنائي كالآتي. بنحدد اولا حجم الاعمال المقرر تنفيذها في حدود نسبة الزيادة المسموحة تعاقديا.
يعني أنا لو عندي مسموح بزيادة حتى 20% بحدد النسب في كميات المشروع التي تتوافق مع هذه الزيادة، وبقول والله دول يمثلوا 20% من قيمة العقد، فدول بيتم التعامل معاهم طبقا للعقد، وبيتم تعديل يعني لا يتم تعديل في أسعارهم بنفس فئات العقد وبنفس المدة الزمنية. أما باقي الزيادة اللي أكثر من الحدود المسموح بها تعاقديا يتم النظر في الميزانية المعتمدة للمشروع. حضراتكم عارفين إنه دايما المقاول اللي بيتم الترسية عليه هو المقاول اللي سعره أقل من السعر الافتراضي للمشروع الذي تم تحديده بواسطة الفريق الفني اللي قام بإعداد دراسات المشروع وطلب على أساس اعتماد المشروع، فبيكون مش مسموح لترسية المشروع لأي مقاول زادت أسعاره عن السعر المستهدف للمشروع، بينما يتم السماح دايما بحدود معينة للتخفيض في قيمة المشروع. بعض الأنظمة بتقول إنه يتم الترسية في حدود 35% أقل من السعر الافتراضي للمشروع، الأنظمة أخرى بتقول 25% وغير ذلك من الأنظمة حسب النظام المتبع في ترسية المشاريع. طيب ده بيدينا على طول فكرة إنه هناك وفر بين الاعتماد الذي تم توفيره في الميزانية نسبة الزيادة والنقص الموجودة في الميزانية في أعمال المشروع، لأنه دايما بيكون معمول حساب إنه مشروع يتكلف 100 مليون زائد 10% نسبة الزيادة المقررة تعاقديا عند طلب الاعتماد المالي المخصص للمشروع. فلو الميزانية بتسمح بيتم اعتماد التكلفة، الميزانية المعتمدة للمشروع بيتم اعتماد التكلفة الزيادة في تكلفة المشروع من صاحب الصلاحية الذي يوافق بناء على طلب موضح به الأسباب الفنية لحدوث مثل هذه الزيادة في المشروع. طيب لو نسبة الزيادة تخطت الاعتماد الموجود بالمشروع، قلنا إنه لو في حدود نسبة الزيادة التعاقدية بنشتغل على نفس قيمة البنود وما عندناش مشكلة، ويكون مستوى صلاحية اعتماد هذه التغييرات في مستوى أقل من المستويات اللي هنتكلم عليها في البند 2 والبند 3. لو الميزانية بتسمح في صاحب صلاحية بيكون منوط بالاعتماد في حدود الفرق بين نسب الزيادة المقررة تعاقديا ونسب الزيادة والاعتماد المالي المتاح أو المعتمد للمشروع. طيب لو الاعتماد المالي لا يفي بزيادة، يعني خدنا 20% المتاحة للمشروع وخدنا الباقي في اعتماد المشروع لتغطية الزيادات في المشروع، لكن لا تفي لسه في زيادة في المشروع أكبر من الاعتماد المالي المخصص للمشروع. لو الاعتماد المالي لا يفي بتكلفة الزيادة المعتمدة في كميات العقد، يتم طرح جزء من أعمال العقد خارج هذه الميزانية المعتمدة وطلب ميزانية منفصلة له وطرحه كمشروع مستقل. عشان كده دايما بنلاقي في مشاريع اسمها مشاريع استكمال، عجزت الميزانية في الاعتماد الأول إن هي تفي بمتطلبات المالية للتنفيذ بشكل كامل، وبالتالي بنحتاج لاعتماد مالي لاستكمال أعمال المشروع. طالما احنا تعدينا خط الميزانية المعتمدة يبقى يجب طرح هذه الأعمال طرح منفصل بعقد منفصل بإجراءات طرح وترسية منفصلة، ربما تروح الأعمال إلى مقاول آخر غير مقاول نفذ الجزء الأول من الأعمال. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة لحضراتكم، ولو فيها شيء من اللبس أو عدم الوضوح إن شاء الله نتناقش فيها في فترة النقاش الحر. في جميع حالات زيادة أو نقص عن النسبة المقررة بالعقد سواء زيادة أو نقص، فللمقاول الحق في المطالبة بتعديل أسعار البنود بناء على تحليل سعر لكل بند مستقل على حدة
ده في حالة إن الزيادة والنقص اختلفت عن الكميات المحددة تعاقديا للزيادة والنقص. بيتم دراسة التحليل من قبل لجنة فنية مختصة وإقرار أسعار البنود الزائدة أو الناقصة عن كميات العقد، بمعنى إنه الكميات في حدود نسبة الزيادة والنقص المقررة تعاقديا تم استيفائها. طيب الكميات الزائدة عن النسبة المقررة بالعقد لزيادة والنقص يقدم المقاول بها تحليل، وهنا ممكن تلاقي انه في بند واحد موجود في العقد له سعرين مختلفين في جدول الكميات المعدل، نتيجة ان جزء من هذه الكميات تم ادراجه ضمن نسبة الزيادة المقررة تعاقديا او نسبة النقص المقررة تعاقديا، بينما الجزء الاخر في هذه الكميات تم عمل تحليل اسعار ليه وتم مراجعته فنيا واقراره من صاحب الصلاحيه. طيب الجزء الاخير من لقائنا اليوم وهو المتعلق بتاثير التغييرات على المشاريع الهندسيه، وزي ما حضراتكم عارفين ان لكل مشروع مثلث معروف بالمثلث الحديدي للمشاريع أو مثلث المشاريع الهندسية اللي أركانه الثلاثة هي التكلفة ونطاق المشروع والمدة، وبقلب هذا المثلث تم إضافة الكواليتي أو الجودة. أي تغيير في أي ضلع من أضلاع هذا المثلث الشهير بالتأكيد يؤثر مباشرة على باقي الأضلاع و يؤثر على جودة الأعمال المنفذة. التغييرات لما نيجي ندرسها ونشوف تأثيرها على مدة تنفيذ المشاريع الهندسية هنلاقي إنه دايماً بيستغرق إجراء التغيير وقتاً بانتظار وضع تعديلات ودراسات و إقرار هذه التعديلات والموافقة عليها، فضلاً عن وقت تنفيذ الأعمال نفسه. في نقطة مهمة لازم تكون واضحة لحضراتكم، إنه لو أي عمل يتم تنفيذه فهو له مدة. أي عمل بيتم تنفيذه داخل المشروع سواء هذا العمل تغيير أو عمل أساسي بالتأكيد له مدة في البرنامج الزمني للمشروع. لكن التغييرات المؤثرة على مدة تنفيذ المشروع هي التغييرات التي تحدث على المسار الحرج للبرنامج الزمني للمشروع، هي دي التغييرات اللي بتأثر على مدة تنفيذ المشروع ككل. لكن أنا كمالك أو كمشرف أو حتى مقاول بالتأكيد بتابع تنفيذ الأعمال، فأنا عارف إن النشاط الذي تم إحداث تغيير فيه وإقراره واعتماده هيستغرق وقت، وأنا عندي متابعتي لهذا النشاط لازم أراعي الوقت المحدد للبدء والإنهاء وعلاقة هذا النشاط بالأنشطة الأخرى داخل المشروع وإن لم يكن على المسار الحري. لكن التغييرات التي تؤثر على مدة تنفيذ المشاريع بالتأكيد هي التي تقع على المسار الحري للمشروع أو تؤثر عليه أو تحدث فيه تغيير. أيضا توفر المواد والمعدات والأدوات المطلوبة لتنفيذ أمر التغيير بالتأكيد مش شرط أن هي تكون متوفرة، ومش لازم أن يكون أمر التغيير من نفس المواد المستخدمة في المشروع، وبالتأكيد توفيرها لازم يؤخذ بعين الاعتبار وبيؤثر على مدة تنفيذ المشروع. ومن خلال دراسات كثيرة لتأثير أوامر التغيير على مدة تنفيذ المشاريع وجد أنها تتراوح بين 10% ل30%، واضح أن الجاب كبير بين النسبتين، لكن بالتأكيد التغييرات تؤثر على مدة تنفيذ المشاريع خصوصا لو كانت مرتبطة بالمسار الحرج على المسار الحرج أو مرتبطة بأعمال المسار الحرج أو تؤدي إلى تغيير في المسار الحرج للبرنامج الزمني للمشروع. البند الثاني تغيير أوامر التغيير أو تأثير أوامر التغيير على تكلفة تنفيذ المشاريع
بالتأكيد أي أمر تغييري بيترتب عليه تكلفة، وإن عدم التخطيط من أجل التغييرات ووجود منهجية لإدارة التغييرات في المشاريع من شأنه أن يؤدي لأعمال إضافية أو تغييرية تتجاوز المتوقع، وبالتالي تضيف للمشروع تكلفة وزمن إضافيين. وبالدراسات اتضح أيضا أنه زيادة في تكلفة المشروع نتيجة التغييرات تتراوح بين 10 و 30% من القيمة الافتراضية أو المخطط لها أو المعتمدة أو المتعاقد عليها للمشروع. طيب التأثيرات التغييرات هل لها تأثيرات على نطاق تنفيذ المشاريع الهندسية كضلع ثالث من أضلاع مثلث المشاريع؟ بالتأكيد بيأثر على نطاق تنفيذ المشاريع، وإن كان الحرص على أن تظل التغييرات داخل نطاق المشروع من الأمور الهامة والتعاقدية والنظامية في موضوع أوامر التغيير، لكن بعض التغييرات لا يقل أهمية عن تحقيق المهام الرئيسية للمشروع نفسه، بل إن تنفيذها بيكون ضروري لتحقيق الهدف الرئيسي للمشروع وتحقيق الفائدة المرجوة منه على الوجه الأكمل. لكن الزيادة في تنفيذ التغييرات قد يؤدي إلى حدوث ما يسمى بزحف النطاق أو السكوب كريب. المقصود بالسكوب كريب كمصطلح هو حدوث تغييرات غير متحكم بها وغير منضبطة في نطاق المشروع. بيحدث ذلك نتيجة عدم تعريف نطاق المشروع وتحديده بشكل دقيق، ونتيجة عدم توثيق نطاق المشروع أو التخطيط له بالشكل المطلوب، فضلا بالتأكيد عن ظهور أحداث طارئة قد تكون غير متوقعة أثناء مراحل تنفيذ المشروع. فأي تغييرات غير متوقعة وغير متحكم بها وغير منضبطة في نطاق المشروع عند حدوث هذه الظاهرة يسمى سكوب كريب أو زحف النطاق. طيب زحف النطاق يؤدي إلى إيه عند حدوثه في المشاريع الهندسية؟ حصول تأخير في البرامج الزمنية بالتأكيد نتيجة وجود مهام وأنشطة وتغييرات تحتاج إلى وقت إضافي. أي تغيير في النطاق الخاص بالمشروع زي مؤثر على البرنامج الزمني للمشروع بيأثر على التكلفة الإجمالية بالمشروع، ويؤدي إلى زيادة التكاليف المرتبطة بالمشروع. الحاجة الأكبر كلما بتزيد التغييرات وبيتوسع نطاق المشروع وبيأخذ فيه الزحف، وتصبح فكرة تغيير النطاق أو زحف التغييرات على النطاق الأساسي للمشروع بشكل غير متحكم فيه، كلما بتقل قيمة المشروع الفعلية عند الجهة المالكة وأصحاب القرار، وبالتالي إيمانهم بكفاءة المشروع وبقيمة المشروع الكلية بتقل، وبالتأكيد ده مظهر سلبي مؤثر على المشروع نفسه. طيب الضلع الأخير من مثلث المشاريع والفقرة الأخيرة في لقائنا اليوم، وهو تأثير التغييرات على جودة تنفيذ المشاريع. المقصود بالأساس طبعا عند إحداث تغييرات هو الوصول للجودة المطلوبة للمشاريع وتحسينها وتطويرها والوصول بها للهدف المخطط له عند تنفيذ المشروع. أنا عشان كده بعمل تغييرات عشان أحسن من الفرص الموجودة في المشروع، لكن أحيانا عند تنفيذ تغييرات هي في مجملها بتؤدي إلى تحسين جودة المشروع وزيادة
الفائدة المرجوة من المشروع، لكن هذه التغييرات تؤثر عند حدوثها على الجودة الفنية لبعض مكونات المشروع. يعني أنا بعد انتهاء أعمال الياسة أو الدهانات أو البلاط، لقيت إن أنا محتاج إني أمدد كابل معين أو ماسورة معينة لتحقيق هدف معين من أهداف المشروع. زي ما حضراتكم عارفين، دايما أي تنفيذ لأعمال بيترتب عليه ترميم أو مرمات، بيطلع الشغل مش بالجودة التي كان عليها أولا أو بالجودة المطلوبة، تحصل كراكس صغيرة تحدث، يعني مهما حاولت تملاها بتكون مش على الوجه المطلوب، يحدث اختلاف في المنطقة اللي هي بتكون بين السيراميك وبعضه، اختلاف في الإضاءة، تأثير للإضاءة على السيراميك، نبيت إجراء هذه التعديلات، كل هذه التعديلات هي بتأثر على جودة مكون من مكونات المشروع. لكن كمجمل فإن التغييرات بيتم تنفيذها وإقرارها والموافقة عليها حتى تحدث تغيير إيجابي في المشروع كله وإضافة قيمة مضافة للمشروع، لكن أثناء تنفيذها بالتأكيد قد تؤثر على بعض مكونات المشروع، نحتاج إزالة أجزاء من المشروع، نحتاج لهدم بعض الأعمال المنفذة، نستهلك وقت من المتاح للمشروع. كل هذه التغييرات أو كل هذه الآثار إن شاء الله رب العالمين هنتعامل معاها بكرة، إزاي نقلل من التأثيرات السلبية للتغييرات على المشاريع. لكن يعني وإحنا بنتعامل مع مثلث المشاريع المتعلق بالجودة والتكلفة والمدة والتكلفة والنطاق والمدة، وفي قلب هذا المثلث الجودة بيحدث تأثير على بعض المكونات غير إيجابي، لكن في المجمل والنتيجة بيكون تأثير التغييرات إيجابي، إلا إذا كان طبعا هذه التغييرات تمت بطريقة خاطئة أو تم إقرارها بطريقة خاطئة أو تم التوجيه لها بطريقة خاطئة، يترتب عليها تغييرات أخرى لتعديل المسار والوصول للحالة الإيجابية المرجوة من حدوث تغييرات. بكده نكون أنهينا الجزء الأول من لقائنا الخاص بإدارة التغييرات في المشاريع الهندسية، وأهلا وسهلا بكم في فترة النقاش المفتوح لليوم الأول. يسعدني أن أسمع صوت حضراتكم، و يعني نتبادل فيما بيننا الخبرات والمعارف، و يعني أتمنى طبعاً إنه يعني لو في شيء من الأمور التي تم شرحها يحتاج إلى توضيح فعلى الرحب والسعة، أهلا بكم وأتشرف إن أنا أكون معاكم عبر هذه المنصة المباركة، وأشكر للزملاء إن هم وفروا لنا هذا اللقاء، وأنتظر من الأخ المنسق إنه يوزع الكلمات على الزملاء الحضور، وأهلا وسهلا بكم. جزاكم الله كل خير يا استاذنا الفاضل، الله يكرمك على المحاضره الرائعه. دكتور ابراهيم، استاذنا الفاضل اتفضل. السلام عليكم. عليكم عليكم السلام. السلام، ازيك يا دكتور؟ اخبار سعادتك؟ وحشنا كتير، الله يبارك في سعادتك، عامل ايه؟ فيك انا اول يعني شفت حضرتك في اللقاء، انا سعدت جدا واهلا وسهلا بيك، شرفنا حضورك يا دكتور ابراهيم. الله يبارك في سعادتك يا رب، دايما منورنا في كل مكان، ورزقكم الله علما وبركه يا رب، الله يبارك في سعادتك. هو سؤال يعني كتير بشوفه في بعض يعني المشاريع، مش اغلبها، ان لما بينزل البيكو بتاعت المشروع وعندك الديزاين دروينج وعندك الشوب دروينج. في الكيس اللي انا فيها حاليا نتيجه المشروع ميجا بروجكت، الشوب دروينج متاخر. جيت انا طلبت من التكنيكال تيم عندي عمل بريك داون كومباريزون شيت ما بين البيكو از بير ديزاين والبيكو بتاعت التعاقد. لاحظ ان كميات البي كيو بتاعت الديزاين اكتر من البي كيو بتاعت التعاقد ب 200% وب 70% وهكذا. انت رأي سعادتك ايه؟ ازاي اقول للمالك انت مش مظبوط؟
لا طبعا، هو الملك على فكره مش هيكون هو اللي مش مظبوط، طبعا هيكون الفريق اللي قام بالدراسه هو اللي مش مظبوط، تمام. لكن انا اقول لحضرتك لو على الجانب العكسي يا دكتور ابراهيم، حضرتك لما عملت احنا سميناها هنا طبعا حسابات الوفر والزياده طبقا للمخططات التصميميه، او اصطلاحا بنقول عليها المناقله، فلو حضرتك ما وضحتش من بدايه المشروع الموضوع ده بالتأكيد الموقف هيكون أسوأ من عدم وضوحه، تمام. فعلشان كده أنا شايف إنه من البداية، أو مش شايف يعني، هو اللي اتعرف عليه وأكيد خبرة حضرتك يعني واضحة إن أنتوا اشتغلتوا فعلا على الموضوع ده، إنه لازم أول ما استلم المشروع أعمل مقارنة بين جداول الكميات المعتمدة أو الموجودة في كراسة الشروط والمواصفات وبين المخططات التصميمية. ساعتها بيبان لصاحب القرار هو رايح فين وايه الحدود المتاحه بالنسبه له للاستفاده من هذا الوفر الكبير في المشروع. يعني الموضوع ممكن يكون له جانب ايجابي وليس يعني سيء، يعني الفرق فعلا شاسع، يعني الفرق بيدل ان الدراسه خاطئه 100% وان الكميات وضعت بطريقه يعني نسميها، يعني اتكلمنا عن الموضوع ده خلال اللقاء يعني، لكن بطريقه غير فنيه، يعني حد اعتمد معدلات معينه، حد اعتمد كميات معينه ما لهاش مرجع، لكن حدوث هذا الموضوع بالتاكيد مهم جدا ايضاحه من البدايه، والا يعني هيكون في مشكله لجميع الاطراف. فزي ما اتعلمنا وحضرتك استاذنا في هذا المجال، انا لازم اقول اللي عندي، تمام. اللي حصل حضرتك على سبيل المثال، في طبعا زي ما سعادتك عارف بعض المشاريع بيبقى في كوست كنترول وفي كنترول مانجر والكلام ده كله في كيو سي. فلما حصل ان الكوست كنترول لقى البادجت بتاعت المشروع في البي كيو عدت الليمت المسموح بيه بتاع المشروع نفسه، الكميات دي اوريدي بيتعمل لها انسبكشن في السايت والماتيريال ديت بناء على الكميات التعاقديه. عاوز يعمل ايه حتى المصيبه الثانيه؟ ان الكيو سي بتاع الاستشاري عاوز يعمل ام اي ار ماتيريال انسبكشن ريكوست على الكميات بتاعت العقد فقط وليس الكميات الزياده اللي المفروض تتنفس فعلا بناء على الديزاين وبناء على المخططات. تخيل يعني لما يجي يعمل انسبكشن في السايت ويجي يشوف الماتيريال بناء على الدليفري نوت والكلام ده كله، انا عندي الكميات دي اهي اوكي بناء على كميات العقد دي اللي انا بشوفها ودي اللي بشيك عليها، لما تتوافق على الكميات الزياده بتاعتك دي هوافق لك على الكميات الزياده بتاعتك دي بعدين. والله هو الاجراء معروف ومتبع، ويعني وما فيهوش يعني ما فيهوش مجال يعني للتلاعب. انت دلوقتي عاوز تقول والله انا هستفيد من، يعني الراجل عاوز يستفيد من هذه الكميات على عين راسي، بس لازم الاول اقرر ان في كميات، وفي الاخر في مرجع، في صاحب صلاحيه يقول والله هو هيستفيد بيها في المشروع، لا الوفر ده هيخليه لمشاريع ثانيه، لا هيوسع النطاق، لا هيقلل النطاق، المقاول هيوافق على الموضوع ده ان هو يضاف لي اعمال اضافيه باسعار اخرى ولا لا، حاجه منها فايده، الاسعار هتناسبه ولا لا. فالموضوع يعني اليته وطريقته زي ما احنا اتكلمنا انه في منهجيه وفي طريقه لاداره الموضوع في المشاريع. كون ان الارقام بالشكل ده ما يديش ميزه لحد انه يبتدي يستحوذ عليها او يوظفها لصالحه، لانه بالتاكيد يعني في نوع من يعني عدم التكافؤ هنا في الفرص. صاحب المصلحه الاساسيه في المشروع هو صاحب القرار الذي يجب ان يعرض عليه الموقف بكل شفافيه ووضوح. مش كده يا دكتور؟ لا تمام، بس في اشكاليه حضرتك سعادتك على سبيل المثال، لو انا دلوقتي هو عملها معايا، هو جه شاف ان هو مقتنع ومتاكد ان الكميات اللي انا ورطتها هي كميات الديزاين وهي كميات اللي هتتنفس في المشروع، لما جه عمل الانسبكشن في عندي بند في التعاقد ان انا مجرد ما الماتيريال ديليفري بتوصل باخد عليها 50%، عاوز يديني 50% على الكميات اللي موجوده في جدول كميات التعاقد وليس الكميات اللي انا ورطتها بالكامل الا بعدين، بعد بقى ما نقعد بقى شهور ولا سنين في الكلام دوت، على الرغم ان الكميات الزياده هتتركب وعارف كده هتتركب في الموقع وهتنزل في الموقع، يعني شوف المشكله كمان، يعني حتى هو عارف ان الكميات الزياده دي هتتركب وهو مؤمن بيها بس مش عاوز يثبتها ليا لحد الان. ده اللي انا حاصل معايا في الكيس دي، فانا مش عارف انا احلها ازاي. حضرتك بينك وبينه عقد، يعني والعقد شريعه المتعاقدين، وطالما العقد هو
متوافق مع النظام اللي تم طرحه على أساسه، فالموضوع مش صلاحية مطلقة لأي طرف من الأطراف. يعني أنت عندك وفر وبتعاقبني، يعني منطقة، يعني منطق مش طبيعي. أنا الوفر لسه ما استفدتش بيه، ولا أنت استفدت بيه، ولا يعني ده موضوع. الموضوع الثاني، أنا بنفذ شروط تعاقدية أستحق من خلالها دفعات معينة، تمام؟ ده موضوع، ده موضوع تاني. بالتأكيد ربط المواضيع ببعض شيء مش جيد، وإحنا طبعا بنقابل التصرفات دي، وحضرتك يعني صاحب خبرة كبيرة في هذا المجال، بنقابل التصرفات دي وبنحاول نحلها ودي بشكل ما، بحيث المشروع يمشي. لكن في مرحلة معينة إذا كان هذا التأثير هيؤثر على يعني على المشروع من ناحية الفائدة المرجوة، أنا واضح من كلام حضرتك إنك بتمثل المقاول، لو هذا التأثير هيضرني أنا كمقاول، لا، أنا بيني وبينكم عقد، ونرجع للعقد أو نرجع للجهات المختصة في الفصل في هذه الأمور. أنا أستحق دفعة، يبقى أصرف الدفعة نظير عمل موجود في العقد وموجود في كراسة الشروط والمواصفات إن أنا أستحق عليه. في بقى وفر، بقى موضوع تاني، أنت عاوز تستفيد منه، عاوز توفره، هل أنا هوافق على شروطك لما تيجي تستفيد من هذه الكميات ولا لا؟ ممكن أنا كمقاول ما أوافقش، مش كده ولا يا دكتور؟ مظبوط مظبوط. طيب. سؤال أخير، معلش أنا أكون زودت على سعادتك الوقت لا على سبيل المثال. من ضمن، لكن المهم ان الزملاء بس يكونوا ان شاء الله رب العالمين الحوار بالنسبه لهم مفيد، وانا تحت امرك يا دكتور ابراهيم، وانا معاكم حتى الاخوان كلهم ان شاء الله رب العالمين يتدخلوا بكل فيما يحب ان يتدخل به. يعني النقطة الأخيرة سعادتك، على سبيل المثال لما أنا توقعت العقد مثلا وخلاص وبدأت واستلمت الموقع في نوفمبر 2020، وكنت أسعار النحاس في الفترة دي كانت طن بحوالي 5500 دولار. حلو. أنا دلوقتي في الشهر ده لحد الآن لسه بعتمد الماتيريال، والطن النحاس دلوقتي ب 9600 دولار، يعني النحاس زاد فوق ما تتخيل. مش راضي، مفيش آلية إن أنا أدخلها له يديني تعويض عن فرق السعر، بس أنا مش عاوز الباقي الكوست كنترول، سوري الكوست أناليسيس اللي أنا هديها له، أنا عاوز بس سعر التوريد يديني الفرق بتاعه. هل أقدر أطالب بحاجة زي كده ولا هو ما ينفعش؟ ليه في ماتيريال كذا كيس، مش دي بس دي نحاس، دي الكيس اللي معروف على مستوى السعودية دلوقتي. هو كيس مشهورة، لكن حضرتك عارف انه زيادة، لو مش لو الزيادة في السعر لو لم تقر بقرار سيادي، تمام، فحضرتك مالكش يعني الحالة دي ليس فيها تعويض. الحالة الوحيدة للتعويض ان تكون الزيادة في حدود علمي، يعني ان تكون زياده اقرت بقرار سيادي زي ما حصل زياده لاسعار الحديد او اسعار البترول او غير ذلك، وتم بناء على كده مراجعه الاسعار في العقود. لكن لو الاسعار طبقا لحاله السوق بالزياده والنقص، فمش من حق المقاول ان هو يطالب بفروق اسعار نتيجه ذلك، الا اذا كان التاخير في مده التنفيذ بسبب المال. معايا دكتور؟ معاك، بس برضه مهما كان، لو جيت بالصراحه حضرتك انا بكلمك كمان كممثل مكون زي ما انت عارف سعادتك، انا من دلوقتي لحد الان هو مؤخرني، يعني من ساعه ما اتعاقدت بقى لي 3 شهور ما اعتمدليش المصنع عشان اقدر اقلل الريسك بتاع التوريد، فالنحاس النحاس عمال يزيد. في اجراء طبعا انه الراجل اذا اتاخر في البتاع ده في الاعتماد دون سبب فني مقنع، ترجع عليه بالمده والتكلفه، انه ان حضرتك ترجع عليه بالمده والتكلفه. لكن العلاقه اللي بين المقاول وبين المالك احيانا ما بتسمحش ان هو يحافظ على حقه بهذه الطريقه، نتيجه ان هو منتظر حقه بطرق اخرى يعني. لكن الموضوع اذا كان كده وهو الراجل يعني واضح ان هو مش حريص على حق المقاول، فيحتاج خطاب تحفظ على المده والتكلفه نتيجه تاخير في اعتماد هذه المواد. وحضرتك هتقول في برنامج زمني معدل، لانه التعديل ده تم نتيجه تعديل في المده، تم نتيجه تاخير في اعتماد المواد. ويمكن احنا وضحنا هنا انه في نوعين من التغييرات، واحنا بنصنفها بيترتبوا على المالك. الاول لو هو وجه مباشره، بنسميه التغييرات المباشره، او انه هذا التغيير ترتب على خطأ من المالك في اخذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، بيترتب عليها تغييرات بتحمل هو تعبئه يعني عبء هذه التغييرات
ويعوض المقاول نظاما في عن هذه التغييرات بالمده والتكلفه المناسبه حسب تحليله للاسعار. وده ممكن يكون زي ما الزملاء يعني عارفين انه تايم از ماني او تايم كوست او كوست اوف تايم، انه في تكلفه للتعطيل. يعني انت اذا عطلتني عن تنفيذ البرنامج الزمني فالموضوع مش مفتوح او متاح الى ما لا نهايه. لا، ده المعدات اللي موجوده، العماله والرواتب، المقرات المستاجره، كل هذه الامور المترتبه على التعطيل في المده الزمنيه يستحق عنها المقاول تعويض. واعتقد ان ده من الامور الواضحه. ويعني اذا الامر يعني على الوجه اللي حضرتك شرحته، فبالتاكيد انه واضح انه المالك موقفه مش ايجابي تجاه المقاول، فلازم المقاول يحافظ على حقه، لانه الامور في العقد ده واضح ان هي يعني في اتجاه الى خلاف كبير وليس صغيرا. اسمح لي دكتور ابراهيم اني انوه للزملاء ان انا ارفقت مذكره بخصوص موضوع المحاضرتين الاولى النهارده والثانيه يوم الخميس، خاص باداره التغييرات في المشاريع الهندسيه، موجوده على الشات، ممكن حضراتكم تنزلوها. وايضا اضيف رقمي التليفون، اسعد بتواصل اي احد من الزملاء عبر هذا الرقم على الواتس، يعني وبحيث انه نتواصل بخصوص هذه المحاضره او غيرها، وكزملاء اعزاء وانا تحت امرهم في اي شيء. برضه ممكن، هل في يعني عشان اتفادى الغلطه ديت، انا ما زال المشروع مفتوح عباره عن كذا فيس، فيس 1 و 2، ونفس المشروع معايا هيتكرر، فهل وانا بعمل يعني هيجي لي عقد مثلا زي استكمال المرحله الثانيه، اكتب في العقد الجديد موضوع زياده الاسعار ديت ان انا اكتب فيها فقره انوه عنها ان انا اقدر اتفاداها؟ لازم تكون مقرر في العقد، لكن احنا بنتكلم على نظام، ويعني انت ما تحتاج تقلبات السوق مش من الامور التي يتم التعويض عنها. تقلبات السوق مش من الامور المعوضه، المفروض ياخذها بالاعتبار المقاول عند تقديم دراسته مراعاه تقلبات السوق. لكن امتى يستحق المقاول تعويض؟ اذا تم تغيير الاسعار بقرارات سياديه من الدوله او من الحكومه. الجانب الاخر وهو موضوع الوفر والزياده، فده نظام ليس لاحد انه يستفيد منه على حساب الطرف الاخر. والله دي الكميات الموجوده في المشروع، ودي الكميات الفعليه الموجوده على المخططات التصميميه للمشروع، وانا بعدد مخططات تنفيذيه وبعتمدها، برجع اعمل مناقله ثانيه، تمام؟ وانا بعمل تعديلات في الشغل لاي سبب من الاسباب التي تستدعي حدوث تغييرات، بعمل مناقله مع كل تغيير توضح الموقف المالي للمشروع. وجود بقى وفر في الميزانيه ده مش سبب انه عاقب على اساسه المقاول فتوقف مثلا عن تنفيذ او دفع دفعات مقرره ليه بناء على شروط العقد وعلى جداول الكميات، زي الكميات التي تصرف بناء على التشوينات مثلا في الموقع اذا كان منصوص عليها. يعني غالبا برضو التشوينات ما بتكونش من البنود المقرر ليها صرف الا اذا كان منصوص عليها في العقد. تمام كده يا دكتور؟ مظبوط سعادتك، تمام مظبوط سعادتك. شرفت بيك يا دكتور. الله يبارك فيك، واسف ان طولنا على سعادتك. يا فندم انا شاكر حضورك، واتمنى بس ان الزملاء هم اللي يكونوا يعني استفادوا من المداخله بتاعت حضرتك، وعلى الرحب والسعه. اهلا وسهلا. تسلم شكرا لسعادتك. سليمان صامر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا مرحبا. انا مهندس دياب صقور من الاردن. انا يا اهلا وسهلا، شرفنا حضورك يا اخي دياب. بس التعقيب على ما اورد الدكتور، العقود عندنا في الاردن احيانا لما يكون في تغيير في بعض اسعار البنود السياديه، مثلا عندنا هنا احيانا بغيروا اسعار الوقود، بترتب عليه أجور النقل، بترتب عليه الحديد. في عقودنا في الأردن بيكون في جدول مرفق لكل البنود اللي ممكن تتأثر بتغيير الأسعار السيادية، وبالتالي يعني بصير من حق المقاول أنه يطالب بتعويض للبنود اللي واردة في جدول الكميات اللي تأثرت
التغيير السيادي. كلام صحيح وانا متفق مع سعادتك، وهو ده النظام المعمول به في معظم في العالم يعني، يعني بنص عليه دكتور الفلكتويشن اوف برايسز. نعم في حدود معلوماتي برضو، لكن اللي احنا النقطه اللي احنا بنتكلم فيها هل التغيير تم نتيجه تقلبات السوق ولا نتيجه قرارات سياديه؟ بالتاكيد لا التغييرات نتيجه تقلبات السوق لا غير مشمول، اما نتيجه احيانا يصير هناك تغيير سيادي، يعني بمعنى اسعار النفط تتغير عالميا تتاثر فيها الدوله، وبالتالي راح يرتبط فيها مثلا اسعار نقل الخرسانه، اسعار تشغيل لتصنيع الخرسانه، اسعار تشغيل المصانع لتصنيع الحديد، بصير بنسب معينه هناك جداول ترفق بحسب مدى تاثير التغيير السعر السيادي على السعر البند، يعني بتكون بنسب محدده. انا متفق مع سعادتك جدا، ان هو بس موضوع الجدول ممكن يكون يختلف من مكان لاخر، او طريقه تقديره تختلف حسب ظروف النظاميه اللي موجوده في كل بلد. يعني حضرتك بتقول انه ما شاء الله عندكم في الاردن الجدول النظامي ومستقر، المختص لا لا مش مستقر دكتور، مش مستقر في الجدول، في الجدول المواد يعني المنصوص عليها في الجدول ثابته، لكن التغير يرتبط بمدى وقيمة التغير في القرار السيادي للعنصر اللي ممكن يتغير. أنا ده اللي أقصده بالضبط، أقصد إنه يعني العنصر لو اتغير نسبة تأثيره على المكون اللي موجود في المشروع معروفة، لكن قيمة التغيير هي اللي مش معروفة، مرتبطة مش معروفة هذه بيطلع فيها جدول عند كل تغيير. كل تغيير احيانا بصير تغيير كل شهر، احيانا كل خمس شهور بصير في تغيير، وهذا اعتقد حتى بالفيديك يمكن منصوص على فلكتويشن برايسز. مظبوط كلام حضرتك صحيح 100%، واحنا وضحنا النقطه دي واتفق مع سعادتك انه المقاول يستحق تعويض عندما يكون تغيير في السعر بقرارات سياديه وليس نعم. ناتج عن تقلبات السوق. طيب اذا سمحت لي انا هذا كان تعقيب، عندي بعض التساؤلات السريعه. تفضلت حضرتك كنت تشرح تحكي على الجدول المناقل اللي فيه الوفر والزيادة، السؤال ما مدى حدود مسؤولية المقاول عن دقة الحسابات المقدمة في بداية المشروع؟ المقاول حسب عقد المشروع، يعني أحيانا عقد المشروع بيقول إن المقاول مسؤول عن مراجعة الكميات الموجودة في الجدول وتصحيحها قبل يعني قبل الطرح، يعني قبل تقديم العطاء أو من ضمن مستندات العطاء، ساعتها بيكون للمقاول فرصه انه اثناء تقديم مستندات العطاء بيقدم الكميات التي راجعها طبق المخططات التصميميه بشكل نظامي، لكن في جميع الاحوال او في الحاله الغالبه الفرق بين المخططات التصميميه وجداول الكميات في كميات البنود مش من المسؤوليات المترتبه على المقاول، لانه مش هو اللي عد الدراسه ومش هو اللي عد المخططات التصميميه، يعني هو الراجل مش مسؤول عن اعداد اي من السنين، لكنه يعني اذا كان هناك بند في كراسه شروط ومواصفات او في وسائل الطرح يقول ان المقاول مطلوب منه ان يقدم من ضمن وثائق المشروع عند تقديم العرض جدول كميات مدقق ما فيش مشكله، لكن الاغلب انه بيقدم على جدول كميات المطروح ضمن وثائق المشروع حرصا على الشفافيه، بمعنى انه تساوي الفرص، يعني كل الفرص المتاحه قدام كل المقاولين تكون واحده، فبالتالي هو الراجل غير مسؤول عن اي اخطاء في جدول الكميات الذي تم طرح المشروع على اساسه، او المخططات التصميميه برضه هو له انه يراجعها بعد ما يترس عليه المشروع ويستلمه، لكن قبل كده ما فيش حدود مسؤوليات عليه، وان كان بعض الأنظمة بتسمح إنه يبدي ملاحظات إنه يتواصل، لكن ليس من مسؤولياته ولا يترتب عليها مسؤوليات على المقاول. سؤالي كان محدد إذا سمحت باشمهندس، إنه بعد ما يرسل العطاء، قبل ما يرسل العطاء أحيانا في العطاءات اللام صم يعني على أساس يكون في تساوي هم بين المقاولين، بصير المقاول مسؤول عن حصر كميات، إنما في الريميجرد كوانتيتيز أنا أحكي بعد ما ترسع لي العطاء الآن
أنا سمعت من حضرتك أنه على المقاول أنه يقدم مناقلة جدول في الوفر والزيادة للكميات عند بداية المشروع. الآن ما مدى مسؤولية المقاول؟ المقاول قد يكون مطلع على أنه هناك كميات غير دقيقة وما بده يفصح عنها للمالك في بداية العمل، هل هناك أي مسؤولية ترتب عليه؟ طبعا هو بالتالي يعني في نوع من الغش هنا بترتب على عليه الاعباء او العقوبات او المخالفات مترتبه على موضوع الغش، لانه الراجل تبين له من حساباته انه هناك فرق سواء كبير او غير ذلك في الكميات، وعمل عمليه تحايل ما كان لسه بيتكلم عليها الدكتور ابراهيم في النقطه اللي اتكلم فيها. فبالتالي هنا الموضوع في محاولة من الغش أو التحايل، وبالتالي عليهم يترتب عليهم مسؤولية أي شيء يترتب على هذا الموضوع. هذا المفروض تكون مسؤولية الممثل المالك أو الجهة الاستشاري أن يدقق على هذه الكميات. أيوة، أنا المقاول الاستشاري أو الجهاز الفني بيدقق، لكن الإعداد والمراجعة مسؤولية المقاول. ف الخطأ إذا المقاول يقدم خطأ تبين إنه خطأ مقصود، يعني حضرتك تكلم عن إنه هو بيحاول يداري الموضوع ده في مرحلة ما من مراحل المشروع، بيحاول إنه يكون مش صادق أو مش أمين لما يقدم المناقلة في المرحلة الأولى من المشروع. إذا اكتشف إن الخطأ ده مقصود ومتعمد بالتأكيد بترتب عليه المخالفة المترتبة على ارتكاب خطأ مثل كده. لكن لو الموضوع يعني خطأ غير مقصود أو خطأ بشري أو قلة خبرة أو غير ذلك من الأسباب، ده موضوع تاني بالتأكيد. أنا سؤالي يعني في العقد ما في مسؤولية ترتب على هذا الخطأ؟ حتى لو مش في العقد، لكن المقصود هو ما ترتب على هذا العمل. يعني لو ترتب على هذا العمل يعني غش أو تحايل، بالتأكيد ترتب عليه العقوبات المترتبة على مثل ذلك. لكن لو الموضوع خطأ غير مقصود أو قلة خبرة أو أي سبب من الأسباب الأخرى، ده موضوع تاني. لكن لو في تعمد في إخفاء الموضوع ده واكتشف بواسطة الجهاز الفني عند المالك، أو المالك ما بيعتمدش على جهاز فني، بيعتمد على نفسه واكتشف الخطأ ده، نتكلم على الحالات العامة، بالتأكيد بيترتب على ذلك مخالفة المقاول بما ينص عليه النظام العام للعقود والمشتريات في الدولة التي تم فيها العقد. طيب شكرا. السؤال الملاحظة الثانية، إذا تغير الأورينتيشن للمشروع، يعني كان عنده مشروع ستاديوم لنفترض، نعم، أو مبنى، تغير فقط الأورينتيشن، كان الستاديوم شرق غرب وتغير بنفس الموقع الجنوب عشان الاتجاه الريح، نعم. هل يترتب عليه أوامر تغييرية؟ لازم أي تعديل بيتم لازم يترتب عليه أمر تغييري، حتى لو لم يعني يترتب عليه تكلفة أو مدة، لكنه يعني تغيير لازم يكون موثق علشان خاطر لا يترتب عليه بعد كده يعني مطالبات أو أعباء أو ضياع لأي حق من طرف من الأطراف. يعني التغيير أنا مش هترتب عليه في رأي حضرتك تكلفة أو مدة، لكنه تغيير فما فيش مشكلة من أنه يتوثق. الأفضل أن توثق جميع التغييرات أيا كان نوعها خلال مسيرة المشروع. هل من حق المقاول أن يطالب تغيير أسعار؟ لو ترتب عليه أي شيء يؤثر على أعماله في المشروع، يعني لو التغيير ده ما ترتبش عليه زيادة في كميات أو حذف الأعمال أو إضافة أو شيء آخر، فمش من حقه أن يطالب به تعويض. المداخلة الأخيرة، إذا زي ما تفضل حضرتك، إذا كانت هناك أعمال إضافية كلف بها المقاول وتلك الأعمال تتضمن بنود مماثلة لها في جدول الكميات في العقد الأصلي، هل يلزم المقاول بتلك الأسعار أم تكون استرشادية؟ طيب أنا أستأذنك، الموضوع ده هنتكلم فيه اللقاء القادم إن شاء الله من ضمن الفقرات اللي احنا هنتكلم فيها، وهو موضوع المطالبات وطريقة تقدير المطالبات المتعلقة بالتغييرات في المشروع.
فان شاء الله هنوضح بعض الطرق المستخدمه في تقدير الطلبات وطريقه اعدادها باذن الله تعالى اللقاء القادم باذن الله تعالى. اشكرك يا دكتور، اشكرك يا باشمهندس. شرفت بيك يا اخي المهندس دياب، وسلامنا لكل اهلنا الكرام في الاردن العزيز. شكرا لكم، شكرا. استاذ حضراتكم انا ضفت الملف مره ثانيه الخاص باللقاء، يتضمن الماده العلميه للقاء اليوم واللقاء القادم ان شاء الله رب العالمين، وضفت رقم التليفون اللي يحب يتواصل معايا بالواتس على الرحب والسعه، اهلا وسهلا بكم. والمجال مفتوح لاي احد من حضراتكم يحب يتداخل، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا باشمهندس مهند. يديك العافية باشمهندس وليد، محاضر غني وجزاك الله كل خير. سؤالي هو ماذا لو لم يتم الاتفاق بين المالك والمقاول على الأسعار حق التنفيذ في بنود الأوامر التغييرية؟ طيب استأذنك بس النقطة دي نخليها اللقاء القادم بإذن الله تعالى، متعلق بالمطالبات وهي الفقرة الأخيرة في اللقاء القادم بإذن الله. تمام؟ تمام، ما في مشكلة. سؤال ثاني هو بس أنا بس عاوز أضيف حاجة بس بسيطة تنشط كده الذاكرة لدى الزملاء، وإن عقود المقاولات هي عقود إدعان. تمام؟ لكن في طرق متبعة يعني الفصل في الأضرار المترتبة على طرف نتيجة توسع طرف في سلطاته بما يضر الطرف الآخر. التفصيل احنا هنقوله إن شاء الله اللقاء القادم، لكن النقطة دي برضو تنشط الذاكرة التعاقدية والإدارية لدى الزملاء لغاية ما نتناول بالشرح المستفيض هذا الموضوع بإذن الله تعالى. إن شاء الله. سؤال ثاني هو ذكرت حضرتك التغييرات الضرورية اللي بتكون ناتجة من أفعال المالك، لو تكرمت ممكن مثال على السريع لمثل هذه التغييرات. يعني المالك مثلا خد قرار إنه يعجل بفتح جزء من لو هو بيبني مثلا مبنى وفي جزء مثلا هيفتحوا قبل ما يكمل بناء المبنى يعملوا مثلا محلات، والتغييرات دي معناها انه هغير في برنامج الزمن الاعمال وانزل اشطب في الاعمال الاخرى وغير ذلك من الترتيبات. ترتب لو ترتب عليها تغييرات ضروريه يعني مترتبه على قرار المالك يبقى بالتاكيد هنا لازم يعني يتم إصدار أوامر تغييرية متعلقة بذلك. طب لو المالك خد قرار خاطئ نتيجة أنه ما عندوش فريق فني أو الفريق الفني اللي عنده على مستوى أقل من المطلوب، والقرارات دي تبين بعد شوية أنه لازم يزال مثلا العمل اللي تم ده. تمام؟ التغيير هنا ضروري مثلا لموافقة اشتراطات معينة، عمل مبنى غير مطابق المواصفات مثلا لمحولات الكهرباء وهي تشيل الكهرباء، والله لازم يكون ده طبقا للاشتراطات الموجوده عند شركه الكهرباء بشكل معين. تمام؟ في الحاله دي التغيير ضروري ومطلوب ومترتب على افعال المالك ويستحق المقاول عنها تعويض. باشمهندس السلام عليكم. يديك العافية. الله وبركاته. لو المهندس مهند خلص يعني اهلا وسهلا بحضرتك، فاسمحي لنا بس نسال المهندس مهند باي شيء يا باشمهندس مهند. النقطة وضحت حضرتك، تسلم، يديك العافية، بارك الله فيك. الله يخليك، ماشي يا فندم، اتفضلي، نتشرف بحضرتك. اهلا وسهلا. بقول لحضرتك يا باشمهندس، هل المخاطبات الرسميه كفيله ان هي تضمن حقوق المقاول ولا لازم عقود باي تغييرات تحصل؟ ده السؤال الاولاني.
طيب، هو التغييرات احنا بنستخدم اوامر التغيير علشان لا نلجأ لابرام عقود لكل تغيير، لكن الضروري ان تكون اوامر التغيير موثقه ومكتوبه وصادره من صاحب الصلاحيه، وده هنتكلم فيه اللقاء القادم ان شاء الله رب العالمين في نقطه الصلاحيات. لكن خلينا نتفق مع بعض ان اي امر تغيير لا يحتاج الى عقد منفصل، لكنه يحتاج الى خطاب او يعني يكون موثقا بالطريقه التي تم اعتمادها طبقا للعقد ونظام المنافسات والمناقصات الذي تم طرح العقد على اساسه. فنقطه التوثيق من الامور المهمه، لكن طبيعه التوثيق احنا بنلجا لامر التغيير علشان لا نحتاج في كل امر تغييري ان احنا نبرم عقد. وكان من الامور اللي شفتها وكانت غريبه يعني خلال مسيرتي المهنيه انه حدث تغيير في احد البنود طبقا للنظام اللي كان موجود في البلد اللي انا كنت فيه في الفتره دي. كان لو البند حدث فيه تغيير لازم يجيب المقاول ثلاث عروض، يعني مش المقاول، لازم المالك المفروض نظاما يعني ان المالك يجيب ثلاث عروض لهذا البند وينفذهم طبقا لاقل الاسعار الموجوده في هذه العروض. بالتاكيد الطريقه دي غير منطقيه على الاطلاق وتم تلافيها في القانون الذي صدر في هذا البلد حديثا الذي يسمح باوامر التغيير. يعني تخيل حضرتك انه لولا ان الامور دي كانت بتتم عن طريق المقاول هو يجيب العروض ويضمن ان العرض هو بيقدمه هو اقل العروض، كان كل بند يحدث فيه تغيير يخش فيه مقاول منفصل. فكان انا من نفس البلد اللي حضرتك بتتكلم عليها دي، لكن كان واقعه مش منطقيه، يعني اجراء غير منطقي. لكن اعتقد في حدود علمي ان القانون الخاص بالمناقصات والعطاءات الحكوميه الجديد تلافى النقطه دي. وطبعا انت عارفه الموضوع ده كويس، لو حضرتك كنت في نفس المكان اللي انا كنت فيه او بنفس تشتغل بنفس الطبيعه كمهندس مالك كان الموضوع ده غير طبيعي وغير منطقي. أنا مهندس مكتب فني مقاول، وشايفة يا باشمهندس إن عندنا أكتر مشكلة أصلا في كل المشاريع اللي بتعمل مشاكل كلها، أول حاجة البلاننج، مفيش بلاننج أصلا، أو لو في بلاننج ما بيبقاش منفذ، مفيش يعني تايم سكيدول خالص. دي حاجة. تاني حاجة موضوع إن هو السيفتي برضو مش موجود في المواقع كلها تلات أرباعها، يعني إلا المشاريع الكبيرة والضخمة وكده ممكن نلاقي سيفتي، ومش بنلاقيه برضو على الجودة المطلوبة زي ألمانيا مثلا زي أوروبا. طيب عند حضرتك حل للنقطتين دول؟ يعني إزاي يعني ما أنا مثلا بفترض إن إحنا نعمل قانون ونلزم بي، بس أنا شايفة برضو إن موضوع القانون ده حاصل في السلامة والصحة المهنية ومع ذلك لا يتم تنفيذه بشكل كامل أو حتى بنسبة 50% من المشاريع بتاعتنا. أنا عايزة أعرف رأي حضرتك في الموضوع ده، وهل في حلول ولا لأ؟ أو بالنسبة برضو لموضوع البلانينج اللي يعني غير متواجد. وشكرا لحضرتك يا باشمهندس، وجزاك الله خيرا على المحاضرة. شرفت حضرتك بالشرف بالاسم الكريم. إكرام صلاح. يا مرحبا يا باشمهندسة إكرام. حضرتك خريجة سنة كام؟ أنا خريجة 2017. ما شاء الله ما شاء الله. طيب يعني هو الموضوع محتاج إنك يعني إن شاء الله رب العالمين تزيد خبراتك في المجال شوية، وهتشوفي إنه إحنا عندنا القوانين المطلوبة وعندنا الفرق اللي بتنفذ الأعمال دي. لو حضرتك ضربتي مثلا بألمانيا هتلاقي يعني مهندسين على مستوى راقي جدا وعالي جدا في ألمانيا من نفس الجنسية بتاعتنا، وما شاء الله المهندس هاني عازر والشغل عامل هناك من الشغل الضخم جدا، المهندسة زهر حديد من المنطقة العربية. فالموضوع ليس في القوانين ولكن في رغبة الأطراف في تنفيذ هذه القوانين. القوانين موجودة وبالشكل المطلوب، ولكن محتاجين ننفذها وبالشكل المطلوب. يعني فدايما المشكلة مش في الأنظمة قد ما هي في الناس القائمين على تنفيذ هذه الأنظمة. فيعني الموضوع محتاج مع حضرتك شوية وقت وممارسة، وإن شاء الله رب العالمين هتلاقي إن الأوضاع بتختلف. أنا أتمنى إن الأوضاع تختلف
وقوانين المطروحة والمبذول فيها جهد يتم تنفيذها على الطبيعة وعلى أرض الواقع بالشكل المطلوب من خلال جهات فنية مؤهلة لدراسة القوانين وإقرارها وتنفيذها والرقابة عليها. لكن لما بيكون في أطراف غير مؤهلة وليست صاحبة رؤية في هذا المجال، للأسف بيترتب على ده الوضع اللي بنعيشه في معظم المنطقة العربية يعني حاليا. لكن إن شاء الله في تطور وفي نية إن شاء الله رب العالمين إن الأمور تتحرك بالاتجاه الصحيح وتحقيق الأهداف بشكل مرجو، لأن احنا جربنا الشغل اللي ليس على أصول فنية وشفنا إنه مضره أكثر من فوائده في كل وقت، مش في الوقت الآني أو المستعجل، لكن في الوقت القريب والبعيد الأضرار أصبحت يعني أضرار عدم العمل طبقا للأنظمة والاشتراطات والمواصفات أكبر بكثير من الفوائد التي تترتب على تجاهل الأنظمة والعمل بدون هذه الأنظمة، بما يضمن يعني الحفاظ على الأرواح، السلامة الصحة المهنية، الجودة في الأعمال أو في الاستفادة والفاليو اللي بيضيفها العمل. فطبعا يعني حضرتك بتلمسي جراح، لكن بعد كده تعرف إن شاء الله كيف تتعايشين معها، وأتمنى ليكي مسيرة مهنية زاهرة وإن شاء الله ربنا يخليك يا باشمهندس، جزاك الله خير. تحت أمرك يا فندم. باشمهندس حسين القاضي أستاذنا هو طبعا بيتكلم من وجود مشاكل في العقد ومستندات العقد والأمور دي، بالتأكيد يعني كان عندنا بند دايما بيتحط في العقود ان مراجعة المواصفات والكميات والمخططات والتأكد من صحتها من مسؤوليات المقاول، وإن كان هذا البند أنا شخصيا يعني على مستوى يعني أرى أنه مجحف للمقاول وبيحمله أخطاء غيره وتعثرات غيره، لكنه كراجل هيتعمل تبعة المشروع فبالتأكيد دراسته المتأنية والفنية الصحيحة للعقد بكل مشتملاته وبكل وثائقه من الأمور المهمة والتي لها أولوية ومن الأهمية بمكان، لأنه يقدم رؤيته كطرف المفروض أنه مؤهل أنه يقوم بتنفيذ المشروع وله رأي في المشروع، مش تابع أو يعني الفكرة المأخوذة عن المقاول أنه يعني فاقد لجانب الفني والإداري للمشروع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا ومحضر. جزاك الله خير على المحاضرة الجميلة دي الحقيقة وتفاصيل رائعة، والحقيقة يعني جهد كبير من عند حضرتك. بس هو أستغفر الله أستغفر الله وليد باشا اللي أنتوا أسزتنا يعني. والحقيقة يعني أتعادك كل كلام اللي قلته ده يعني لو بصيت في أسباب فشل المشروعات هو ده موجود عشان المشروع ده يفشل. فللأسف احنا عندنا في مش عايز أعمم يعني ولا أقول كلام عام أو أنا مش هنصلح الكون، بس هو إذا المشروع بدأ كده وبنفس الأسلوب ده وبنفس الطريقة دي وبنفس الأخطاء دي وبنفس الكلام ده، المشروع ده هيفشل، وهتقول الله يرحمه قال لنا يعني إيه الكلام ده. فأنا شايف ربنا يديك الصحة وطولة عمر يا مهندسنا. الله يخليك. اللي احنا بنتكلم عنه أنا وبالتأكيد حضرتك سبقتنا في هذا المجال وأساتذتنا الكبار في مجال الهندسة وإدارة المشاريع وكده، إنه وجود منهجية أو آلية أو إجراءات لإدارة التغييرات في المشاريع من الأهمية بمكان، ليس لفشل المشاريع ولكن لتحقيق النجاح المرجو وزيادة القيمة التي تضيفها هذه المشاريع للمالك أو للمستفيدين أو الستيك هولدرز بتاعت المشاريع.
فلكن لو حضرتك تقصد الالتزام بالانظمه والقوانين اللي احنا مفتقدينه، وان الاليه المتبعه يعني خلال فتره يعني اللي شاهدناه من العمل في هذا المجال، كانت انه في اتفاقيات على تجاوزات معينه للاجراءات والانظمه والقوانين بيتم التوافق عليها بين الاطراف العامله في المشاريع. فاعتقد ويمكن حضرتك تلمس معايا انه هذه الامور في طريقها الى الزوال، ولن يصح الا الصحيح حتى ياذن الله بامر اخر. يعني يا فندم انا قصدي حاجه حضرتك، معلش، يعني اللي موجود في المشروع ده دلوقتي المفروض احنا التغيير ده بيحصل لما يبقى كل حاجه اتعملت سليمه. يعني الواضح ان لا الدراسات الماديه اتعملت سليمه ولا الدراسات الفيزيبيليتي سليمه ولا الهندسيه سليمه ولا الطرح سليم. يعني واضح ان هو في خلل في اداره المشروع من اوله. انا اللي بقول حضرتك حاجه، يعني انا كمقاول دلوقتي قدامي مشروع زي ده وانا دخلت تمام وفي كل هذا الكلام، انا المفروض انا كمقاول بيتكتب للاسف العقود، يعني انا طبعا انا مش مع قصه اذعان، هي عقود غير متوازنه او عقود يعني ايه من طرف واحد، يعني كلمه اذعان دي لها شروط معينه. بس اللي انا قصدي اقول عليه حضرتك حاجه، انا كمقاول المفروض ان انا كواليفايد، يعني انا عندي القدره ان انا ادرس مستندات هذا المشروع وادرسها صح واعمل يعني مقارنات ما بين الرسومات ومقارنات ما بين قبل ما احط اسعار وقبل ما اتقدم وقبل ما اعمل اي حاجه. ودي على فكره يعني ده النورمال كيس، يعني بتبقى شركات مقاولات يعني عارفه هي بتعمل ايه، ما بتخش في حاجه زي كده. يعني انا اذكر ان احنا كان زمان لما كنت مثلا الواحد يلاقي بند محطوط له سعر مثلا كبير على كميه صغيره وبص الاقي كميه كبيره، انا بسيبها وما بتكلمش وما بجيبش سيرتها. يعني ان انا كمقاول دوري ان انا استفيد بالاخطاء اللي وقع فيها الـ 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 الاداره بتاعت المشروع. يعني لو انا لازم يعني انا اوصي انا شخصيا يعني اوصي يعني ان المقاول اللي ياخد مشروع بالشكل ده انه يدرس هذا المشروع كانه يعني دراسة متأنية جدا، يعني مش متأنية يعني 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 ياخد وقت كتير، لا يعني دراسة سريعة ودراسة مؤكدة، ويدخل عارف كويس قوي الرسومات بتاعته عايزة تتغير فيها ايه، المقايسة عايزة تتغير فيها ايه، بنود العقد نفسه فيها ايه. لأن إذا ما عملش هذا الكلام ودخل ووقع العقد النمطي بتاعنا، المقاول ده باع هدومه. انا بقول حضرتك حاجه لان دايما هو الطرف الاول للاسف انا بقول للاسف ان يعني ايه يعني اداره المشروعات واداره العقود مش في كلها. انا الحمد لله يعني والله من فضل الله انا يعني المشروعات اللي ربنا رزقنا بيها الحمد لله كانت كويسه قوي، الا اذا دخل فيها حاجه في التوب وعايز يبوظها. يعني فانا عايز اقول على حاجه، انا اوصي ان اي مقاول معاه مشروع زي ده أن ياخدوا يدرسوا دراسة فنية متكاملة ومتأنية ويستفيد بجميع الأخطاء اللي موجودة فيها، ويشوف نفسه لو كان يقدر أن هو خلاص ما يتكلمش. ما أنا كمقاول ده ما في مادة، أنا المقاول أنا لا بعلم الاستشاري ولا بعلم المالك، أنا داخل أعمل مشروع أنفذه صح وفي مدته وأكسب منه. إذا لقيت إن يعني المشروع عايز دراسة أعمق شوية من مشروع عادي، إذا أنا لقيت الأخطاء اللي موجودة اللي اتعملت دي أنا هستفيد منها وهستفيد يعني أقدر إن أنا أكسب من الأخطاء دي كويس، لأن هو المقاول ضعيف في حتتين بس، إنه يوقع العقد وإنه يسلم المشروع. ما بينهم هو اقوى طرف، لان هو بياخد الارض وبياخد العقد وبياخد الدفعه المقدمه عشان يدي فاينل برودكت، فهو اقوى واحد دراء من 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 استلام العقد لغايه الاخر. بس اللي انا اوصي بيه ان لازم المقاول يدرس كويس قوي، طالما هو لسه ما وقعش عقد يدرس كويس قوي ويحط لنفسه خطه ويراجع تصميمه ويراجع البي او كيو وراجع المواصفات وراجع كل حاجه، ان هو يعني حضرتك ازاي، واذا لقى ان هو كسبان
وماشيه، والموضوع جوه 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 ما يقدر عليه، وجوه ويحضر نفسه حتى للكلينز، ويحضر نفسه لكل حاجه. اذا ما عملش كده انا بقول لحضرتك مش ده يعني هذا المالك اللي يصل بيه الدرجه ان هو يبقى يعمل كل الاخطاء الموجوده في المحاضره بتاعت حضرتك دي، اشك ان هو هينجح المشروع، واشك ان المقاول اللي بيشتغل معاه هينجحه او لازم هيحصل يعني، مش هينتهي على خير يعني. انا اسف طبعا بقول لحضرتك، انت طبعا استاذنا يعني واخد بالك ازاي، بس انا بقول لحضرتك عن رايي الشخصي. احنا شفنا حاجات كتير قوي من دي خلال حياتنا يعني. فالبيست واي المقاول يعمل دراساته كانه هو المشروع بتاعه هو شخصيا، وطالما هو يعني على شفا ان هو يوقع العقد، يبقى قبل ما يوقع العقد يكون عارف كويس هو ماشي ازاي ورايح فين وخطته ايه للتعامل مع الكلام ده كله من اول لاخره، لان المقاول يعني مش داخل يخسر او داخل، لا. في حصل حاجه في السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نسمعك يا دكتور، واضافه حضرتك يعني هامه واساسيه، وحضرتك تتكلم على الوضع العام يعني والمسير. انا برضو بتكلم على حالات عامه مش على وقائع خاصه. يمكن الدكتور ابراهيم عطيه شرح حاله خاصه، كيس هو موجود فيها او تعامل معاها، لكن احنا بنتكلم على الجوانب اللي احنا محتاجين نرقى بيها في مسيرة العمل اللي بنمارسه. وطبعا بالتأكيد المفروض يكون المقاول على نفس المستوى الفني المتناسب مع المشروع، ويكون صاحب رأي، لأنه بالأساس يعني بيستخدم فريق فني المفروض أنه مؤهل أنه ينفذ المشروع، والمفروض أنه يكون على نفس مستوى المشروع من ناحية الفريق الفني الموجود معاه والرؤية. ويعني أنا متوافق مع حضرتك بنسبة 100% بين الواقع والمأمول يعني. فربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا في حضرتك، ونستفيد دايما من إضافاتك، ونتعلم من حضرتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوفق الجميع لأخذ الأفكار دي للاتجاه الإيجابي والفعال، ونشوفها على أرض الواقع، لانه النتيجه هتكون مرضيه للجميع وليست لطرف واحد على حساب الاطراف الاخرى. ويمكن حضرتك لو يعني اكيد اشتغلت استشاري وشفت انه المقاول عنده نقاط قوه والمالك عنده نقاط قوه، وفي الاخر بيكون الاستشاري في موقف بدل ما يكون هو صاحب الراي الفني المرجح بين الاطراف، بيكون في مواقف أخرى يعني. من خلال المسيرة المهنية البسيطة ليا يعني لقيت إنه يعني قد يعمل الطرفان على حساب هذا الطرف الفني لإضعافه، وبالتالي على حساب المشروع في النهاية كمنتج. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. الله يبارك فيك. أنا بس اثنين كومنتات على الباشمهندس اللي سألت من شوية، وكلام دكتور حسين جزاه الله خير الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الأول تعليق على كلام المهندسة والمهندس حسين، يعني الاثنين مكملين لبعض، إن دور إن المهندس المقاول أيا كان الاسكوب اللي هو بياخده، إنه المفروض بيبقى عنده بعض، للأسف يعني احنا عندنا في بعض الدول العربية بتختلف التصنيف بتاع الشركات والمؤسسات والمقاولات من تصنيف اول وثاني وثالث ورابع وهكذا. فكل ما كان التصنيف مرتفع، كل ما كان الاورجنايزيشن تشارت بتاعت الانجينيرنج كتكنيكال تيم ككونستراكشن تيم كستاف كبريكورمنت ككل الديبارتمنت اللي موجود عشان تخدم على بعضها، كل ما كانت موجوده بستاف كامل، كل ما كنا كل واحد ارى السكوب بتاعه. فالتكنيكال عارف بيعمل ايه، والكوست كنترول بيعمل ايه، والكونستراكشن بيعمل ايه، والمانجمنت بتاع المشروع بيعمل ايه، وهكذا. فالحته بتاعت الباشمهندسه بس عشان اعلق عليها، في من ضمن الكونستراكشن اورجنايزيشن شارت بتاعتنا انه في سيفتي ديبارتمنت موجود في كل مشروع، ومع
احترامنا ليها طبعا الخبره بتاعتها برضو لسه ما احتكتش بمشاريع كتير سواء كانت بسيطه او قليله او ميجا بروجكت، ان السيفتي يعتبر رقم واحد في المشاريع وبقى دلوقتي يعتبر اساسي في كل المشاريع في العقود. يعني بيتعين مهندسين سيفتي وبيتعين مدير سيفتي وبيتعين اوفيسر سيفتي وهكذا. ف يعني بتبقى في سيفتي بوليسي بتتقدم للاستشاره عشان تعتمد، وفي مسد ستمنت بتاعت السيفتي بتتقدم، وكل كبيره وصغيره بيعمل لها بيرميشن من السيفتي عشان يبتدي شغل عشان ينهي شغل عشان يعمل اي شيء. يعني بيروح للسيفتي قبل ما يبتدي حتى يقول انا هحط مسمار في المشروع، واخد بال سعادتك؟ سواء كان ما يجي يعمل موبيلايزيشن او يبتدي يعمل ستارت اب للمباني عنده، يعمل حفر، يعمل ردم، يعمل وطبر وهكذا، يعمل سكافولدنج، كل الاكتيفيتي اللي هلم جرى بتاعت المشروع ككونستراكشن او كام بي وهكذا. فالسيفتي موجود عشان تاخدي منه اذن، تاخدي منه بيبر ورك، وعشان يقول لك انت تمام جاهزه، الموقع بتاعك بروتكتد والكلام ده كله، تبتدي تشتغلي وتاخدي اذن تصريح عمل جوه الموقع، زي تصريح العمل اللي بيبقى في الشوارع من البلديه ومن المرور ومن هكذا، والا كانت الدنيا بقت سلطه. ناخد بال حضرتك. استاذنك يا دكتور ابراهيم، الباشمهندس حسين القاضي عامل سلسله طريفة إلى أن تكون مدير مشروع دولي أو عالمي. طبعا بالتأكيد هي السلسلة دي موضح فيها البروسيس اللي حضرتك بتتكلم عليها، ويعني هي بس الزميلة، احنا قلنا إنه مع الوقت إن شاء الله رب العالمين هتتطور وهتكون هتشوف مشاريع بتتم فيها الأمور دي بحجمها المطلوب وبالتدرج حسب حجم المشاريع. فدي النقطة الأولى، يعني أنا أحيي الزملاء الأعزاء اللي بيبدأوا مسيرتهم المهنية لسلسلة الدكتور حسين والزملاء اللي اشتغلوا على مثل هذه المواضيع، إن هم يعني يدوها جانب من الوقت وما يتصدموش بالأعمال اللي هم بيشوفوها في الفترة الأولى، يعني اللي هم بيشوفوها دلوقتي نتيجة انه مع قله عدد سنوات الخبره بتكون مشاريع والوظائف المتاحه ليهم في مشاريع اقل في القيمه وفي الاشتراطات والمواصفات والاهتمام وكده. فالنقطه دي اتمنى ان احنا نكون غطيناها، وبالتاكيد الشرح الواسع للسلاسل اللي بيقدمها زملاء في خبره المهندس حسين ان شاء الله هتكون مفيده للزملاء اللي بيبتدوا المسيره المهنيه زي الزميله العزيزه. النقطة الثانية اللي حضرتك كنت عايز تتكلم فيها يا دكتور إبراهيم، بتاعت المهندس حسين، اللي هي موضوع يعني ان المقاول لما يجي يمسك مشروع ان هو عليه سكوب معين، وعلى الاستشاري السوبرفيجن سكوب، وعلى الديزاينر اللي هو الانجينير سكوب تاني، زي ما العقد الفيزيك بيقول او زي ما المواصفات بتقول، في فرق ما بين الثلاثة. الاستشاري اللي سوبرفيجن سكوبه غير الاستشاري اللي صمم، وان هو المفروض ما يحدش عن المسار بتاعه، ولو عنده اي باكت او عنده اي كونفيوجن في اي شيء يرجع الموضوع للمهندس المصمم بناء على كوردينيشن بينه وبين الكلاينت ماشي، او المالك اللي موجود. في نفس الوقت يبقى تيك كير ان 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 الريسبونسابيلتي بتاعت الديزاين تقع على مين، والريسبونسابيلتي بتاعت الكونستراكشن تقع على مين. هينعمل المقاول كاتب في بنود التعاقد بتاعه او في العقد بتاعه انه مسؤول عن عمليه تحقيق تصميم المشروع بالشكل الفني المظبوط، وان هو متحمل كل شيء، بس في نفس الوقت ان هو يعمل هايلايت على الكلام دوت، ان في عندي ريسك في الديزاين في منطقه اكس، عندي ريسك في الديزاين في منطقه واي، في منطقه كذا، يبتدي يعمل هايلايت عليها، ومش مطالب يعدلها لانها بكوست، وانه مش مصمم ومش سكوبه، ولا ان المولى، ولا انا جايب مقاول عشان يبقى مصمم، ولا انا جايب مصمم عشان يبقى مقاول، كل واحد ياخد السكوب بتاعه. فالناس بتعمل ايه؟ بتعملها كده يعني مجامله، المقاول يعملها مجامله عشان الشاري، والشاري يعملها مجامله عشان المالك، لا خلينا ندي كل واحد ايه؟ يعني السكوب بتاعه. لازم نفرق في دي كويس. بس الموضوع ده يعني من المواضيع الشائكه، لكن وجود مقاول على مستوى فني مطلوب، هتلاقي في عقود الفينك يا دكتور ابراهيم اتكلمت كلام مختلف عن اللي حضرتك بتحاول يعني ايه يعني توضحه النهارده، يعني الجانب الفني يمكن في عقود الفيدك نرجع ليها مع بعض انا وحضرتك والزملاء الافاضل،
هتلاقي انه مسؤوليه الدراسات الفنيه للمشروع واعداد دراسات متعلقه بالتغييرات وكل ده منوط بالمقاول. لكن النقطه اللي احنا بنتكلم فيها سواء انا او المهندس حسين حسب ما فهمت يعني انه احنا بنتكلم على هل المقاول يعني مؤهل فنيا انه يكون صاحب رؤيه وله وجهه نظر في تفاصيل العقد. انا بقول انه لازم يكون راجل مؤهل فنيا ويقدر يبص في العقد ويشوف فيه اوجه معينه من القصور او النواقص او الاخطاء حتى لا يتحمل هو مسؤوليتها. لازم تكون بالاساس هو عنده القدره الفنيه في اكتشاف هذه العيوب والاخطاء والنواقص ويرجعها للمالك اللي بدوره هيرجع ليه الجهه اللي منوط بها تنفيذ هذا التعديل. الفيدك شويه اتكلم انه الجوانب دي يمكن لحضرتك راجعت البند 13 متعلق بالتغييرات والتعديلات وكده هتلاقي ان الفيدك رمى الموضوع ده شويه على المقاول مش على الاطراف الاخرى. فيعني الموضوع برضو من الاهميه بمكان ان يكون المقاول طرف صاحب رؤيه وله وجهه نظر. واحنا كنا بنقعد كمقاولين مع الزملاء الاعزاء سواء جهاز الاشراف بالتاكيد المالك مش شرط انه يكون فني. كنا بنقول والله يا جماعه احنا مهندسين وانتم مهندسين والراي الصح هو اللي هيمشي تمام. لانه الراي الغلط لو هو اللي مشي اكيد مش بس المصمم او الاستشاري المشرف او المالك اللي هيشيله تبعه الراي الخطا، لكن بالتاكيد المقاول عينه له جانب ما. فده النقطه بس اللي احنا كنا حابين يعني نتكلم حولها يعني. ان شاء الله بنذكر على موعد المحاضره القادمه ان شاء الله يوم الخميس ب 18/3 ان شاء الله. الخميس باذن الله تعالى 8:30 باذن الله تعالى نكون معاكم. واهلا وسهلا بكم، تشرفت بالحضور الجميل والاخوه الافاضل اصحاب الخبرات الكبيره اللي شرفوني واضافوا بالتاكيد للقاء. ويعني لو في حد بس من الزملاء، انا شايف المهندس وليد صقر بيكتب على الشات. يا اهلا وسهلا. السلام عليكم، بارك الله فيكم جميعا. بالخصوص دكتور، انا من الاقصر يا باشا، من مصر. يعني حضرتك كلمنا من الاقصر ولا شغال في مكان اخر؟ من الاقصر حاليا. نعم. وعايش في الأقصر. هو آخر مشروع كنت شغال فيه، أنا كنت عقبان على حضرتك يا دكتور، كان في حتة دراسة الدراسة من المقاول قبل يعني التسوية أو قبل تقديم الأوراق للمشروع، إن هو كان في يعني تجربه ممثله ان في حاجه ميجور في المصادر الفنيه للمشروع، مشروع معالجه مياه صرف صحي، فكانت الاحجار جايه نوع معين. مع بعد بدانا المشروع عملنا موبيلايزيشن والى اخره، كانش او احنا كمقاول ما يعني ايه ما اشرناش على المالك والاستشاري ان المفروض يتغير الحجر لنوع حجر تاني، كان الحجر الامس كان بازلت وقتها. فإلى آخر موضوع ده حصل فيه ديبيت وحصل فيه مجادلة كبيرة ما بيننا، أدت إلى تأخر كبير في المشروع وخسارة كبيرة للشركة عندنا في حتة الوقت، وإن الموضوع الحجر كان مترتب عليه أعمال أخرى وإلى آخره. هو كان ده تعقيبا على حتة يعني من رأيي قد يكون مخطئ تماما، لكن عن التجربة إن إحنا ما أشرناش لهذا الأمر في بداية المشروع، فخلال المشروع حدث موضوع حصل فيه خساره كبيره. الامر الاخر هو يعني في ساعات ان فتره الاعلان عن المشاريع من المالك بتبقى اقل من ان المقاول يقدر يلحق يراجع لوحات التصميم ويعمل حصر كامل متأني. برضو هي فكره ان هيبقى في نوع من انواع ان لازم ده يحصل، بس ممكن الوقت ما يلحقش، يعني المقاول لازم يدرس الاوراق او التصميمات مع الكميات في اول مشروع او قبل ما يحط العطا بتاعه، ولكن قد يكون الوقت مش كافي يعني.
ده كل الأمر. شكرا لحضراتكم وجزاكم الله خير. شكرا باشمهندس سامح، وحضرتك بتتكلم برضه في نفس الاطار اللي احنا بنتكلم فيه، انه لازم المقاول ياخد فرصته من الدراسه للمشروع ويكون صاحب راي، يعني لازم يكون شخص، يعني لازم يكون مقاول والفنيا يدرس المشاريع اللي بيتقدم ليها، وده بالتاكيد هيزيد وهنتكلم عنه المره الجايه، انه التقييم الفني لازم ياخد حقه في تقييم المتنافسين عند تقديم عروضهم للمشاريع. وبالنسبه لنقطه الخساره دي، فاعتقد لو هي بسبب المالك، سواء بسببه هو او بسبب فريق التصميم او الاشراف اللي موجود تابع ليه، فمن حق المقاول انه يطالب بتعويض عن المده او التكلفه اللي تخسرها في تنفيذ المشروع. وزي ما قلت لحضرتك انه الوقت ايضا من الامور اللي يتم تقديرها ماليا، يعني هناك تكلفه للوقت، يعني التاخير من الامور اللي يتم حسابها. المتخصصين في التحكيم اكيد عندهم فكره ازاي هو هذه المطالبه. هو كان رد المالك وقتها الاستشاري طبعا كصوت للمالك، ان انت ليه ما قدمتش ده في جلسه الاستفسارات اول المشروع، وايه اللي خلاك تستنى الفتره دي كلها وتبدا حفر والى اخره، ولما جيت عند نقطه التنفيذ بتاعت البند ده انت اثرت الموضوع دلوقتي ليه؟ هو ده كان الفكره كلها، هو ده كان رده علينا. ما فيش وقت محدد، ما فيش وقت محدد يا باشمهندس سامح. ليه؟ هو في وقت بيكون محدد قبل الترسيه او قبل فتح المظاريف للاستفسارات عشان تقدم عروضك، لكن لو في خطا فني زي اللي حضرتك اتكلمت عليه، تمام، او فرصه لتحسين الوظيفه بتاعت المشروع او زياده الاستفاده منها، فمن حقك انك تقدم في اي وقت طالما لم يتم استلام المشروع استلاما ابتدائيا، حاجه تقدم في اي وقت كرؤيه الفنيه، لو طلبت حتى لو ترتب على ذلك ازاله الجزء البعيد. ده موضوع بيترتب بقى على كده تكاليف وقتها، ده موضوع تاني، لكن طالما العملية دي مستمرة، والرأي اللي يقدمه الزميل العزيز في جهاز الإشراف ده رأي غير يعني جانبه الصواب، ويعني يا ريت برضه نتعلم من الأمور دي. لكن بالنسبة للخسارة، أنا أقترح على حضرتك تعرضوا الأمر على محكم متخصص في العقود، يقدر إن شاء الله رب العالمين يبين هل من حق تاخد تعويض عن الخسارة في الوقت او في التكلفه، وانه طبعا كل كيس تحتاج دراسه اوسع من العرض اللي حضرتك عرضته. شرفت بيك، واهلا وسهلا بيك وعلى الرحمه والسعه. طبعا انه في احيانا المقاولين يعني بتعمل حيل لكسب الوقت وتاخير الجداول الزمنيه وكده، يعني احنا خلينا يعني برضه نقول انه يعني المواضيع مش دايما بتكون على المحمل للسيء، احيانا بيكون مقاول مؤهل فنيا انه يكون صاحب راي وانه يكون له وجهه نظر في المشروع وانه يقدر يضيف اضافه مهمه تساعد على نجاح المشروع وتجنبه للاخطاء وجبر النواقص وازاله العيوب اللي ممكن يعود ضررها على المالك بشكل مباشر. ف يعني اتمنى تكون اجابه كافيه يا مهندس وليد، وتشرفت بيك واهلا وسهلا. في حد تاني من الزملاء له أي مداخلة أو إضافة أو تعقيب؟ الأستاذ عمر، لو مفيش اسمح لنا نختم ونشكر الزملاء الأفاضل على وجودهم وعلى مشاركتهم، وأشكر الجهة الراعية للقاء على هذا التنظيم الرائع، وأعتذر إليكم جميعا لو في مني أي تقصير أو نقص أو يعني ما لامستش أسخف تطلعاتكم، لكن كلنا مجتهدون وكلنا ذو خطأ، وأسأل الله لي ولكم القبول. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.